صباح الخير. فترات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير والورد عليك يا مصر. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الثلاث الموافق 2 مايو 2023. في حقيقة الأمر يمكن السمة الرئيسية لي يعني أغلب المجتمعات دلوقتي إن مفيش شخص بيقول لا أعلم. أغلب الناس بتفتي في حاجة، وخاصة لو كانت مش مجال تخصصها، وده اللي بيخلينا نسأل النهاردة سؤال ونقول إزاي بتقدر تنهي نقاش أنت مش مقتنع بيه من الأساس. منا، إزاي بتنهي النقاش لو الحوار أنت مش مقتنع بيه؟ ليه أدخل في نقاش؟ صح، بس فرض عليك الأمر، يعني أنت في مكان ما. مين اللي فرض؟ القعده اللي انت موجوده فيها او المكان اللي انت موجوده فيه. انت موجوده دلوقتي في مؤتمر ما حتى، وفي شخص دخل يعني بالبلدي كده بيهري في حاجه احنا مش فاهمينها، او يعني انا فاهمها لكن اللي هو بيقوله ده لا يتفق مع اقول لك علم، ولا يتفق مع حقيقه الامور اللي بتحصل، لكن هو بيدعي اللي هو يعلم بواطن الامور. كويس، ربنا يوفقك. خلاص كده انا بنهي النقاش. فكرة ان احنا نقسم النقاشات عشان نقدر نشوف هنقدر نعمل ايه. نقاش زي ما انت بتقول لو احنا في مؤتمر او في مناسبة رسمية وانا موجودة يعني كشغلي، دي طبعا لازم بحتوي كل الاطراف وبسمع جدا ولازم اطلع من كلامه كمان نقاط مضطرة بشكل او باخر افتح فيها نقاش. يمكن الشخص اللي بيكون بيقول اي كلام يقتنع، يكون عنده وجهة نظر، لا مش بس يقتنع، مش لازم كل نقاش ينتهي بان شخص يقتنع برأي تاني، لكن كل نقاش لازم ينتهي بان الاثنين دول ما تخنقوش مع بعض او ما غلطوش في بعض. دي وجهة نظري، لكن ممكن جدا ان احنا نتناقش نقاش وممكن نوصل فيه لان احنا ما نوصلش لنقطة اتفاق، عادي جدا، لكن المهم ان احنا ما نوصلش لنقطة اتفاق واحنا متفقين ان احنا ما زلنا عارفين نتناقش او عندنا اسلوب حوار محترم. دي اول حاجة. لو انا في مؤتمر او في حاجة زي كده بضطر اسمع، ومش بس بضطر اسمع واحاول اعيد طرح السؤال بشكل او باخر، يمكن يكون عنده إجابة وهو ما كانش عارف اصلا يطلعها. في ناس ما بتبقاش عندها القدرة على التعبير على نفسها كويس، فبتقول كلام وهي في مخها كلام تاني، زي الناس اللي مثلا تلاقيها بتتلجلج في الكلام، هي مش متلخبطة، هي مخها بيفكر أسرع من لسانها ما بيتكلم، فعلشان كده مش لسانه مش جاي بسرعة تفكيره. صحيح. فده أنا بديله فرصة مرة واثنين وثلاثة قبل ما حقيقي أبقى عارفة أنه هو هوبليس كيس أو أنه هو غير قابل للنقاش. بس برضو ببقى حاطة في بالي أن أنا مش الطرف اللي مسؤول أنه يقول هو فاهم ولا مش فاهم. أنا مجرد مدير، مجرد مديريتر للحوار، مجرد إدارة حوار ليس إدارة الحوار ليس. فبما إن أنا مجرد مدير للحوار لكن أنا مش مسؤولة أو أنا مش بسوبرفايز أو أنا مش بأشرف على الحوار، ما أناش مسؤولة عن شكله، لكن مسؤولة عن خروجه بشكل محترم. صحيح. ده لو إحنا في مؤتمر. لو إحنا بقى بره المؤتمر لا ماشي خالص، مش هضيع وقتي. يا عبد الصمد، الناس كل واحد يقول اللي هو عايزه، ربنا يوفق الناس وكل واحد مخه مريحه، ولو قعدت تقنعه 30 سنه قدام انه بيقول حاجه غلط هتبقى بس بتحرق في مجهود وفي حياتك. في بعض الاطراف وبعض الاشخاص احيانا هو اللي في دماغه شايفه هو صح ولا بد طبعا يعني ان يكون يعني كما يريد، ومش هيغير فيه حتى لو انت قلت له، وحتى لو هو من جواه اكتشف اللي هو غلطان مش هيعترف ان انا غلط. ودي للاسف الاشخاص دي انا ما بحبش اتعامل معاها،
خلاص طالما انت بس احنا هنا ممكن نوصل لنقطة انه مش لازم يعترف. بص يا من، احنا داخلين يمكن بكرة الاعلان يعني اولى جلسات الحوار الوطني، الحوار اللي يمكن الهدف الرئيسي منه هو تعزيز ثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الاخر طبعا. ويمكن سلوجن يمكن الشعار اللي دايما بيتقال او اللي ردده سيادة الرئيس لما اطلق الحوار ان الحوار في الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن طبعا. قضية انا شايف ده قاعدة مطلقة في حياة الأرض يختلف، لكن لابد أن يكون في أرضية مشتركة بتجمعنا. طول ما أنا أرضيتي المشتركة اللي بتجمعني ما بيني وما بينك هي مصلحة الوطن ده، وإحنا بنتكلم أنت وجهة نظرك لا تضر بالوطن وأنا وجهة نظري لا تضر بالوطن، أنا ما عنديش مشكلة معك. ده فيما يخص الأمور السياسية والاقتصادية، لكن لو هنتكلم في خلافات شخصية ووجهات نظر مختلفة في خلافات شخصية، أنا شايف من وجهة نظري خلاص هي قناعات، أنت مقتنع بحاجة والطرف الآخر مقتنع بحاجة، دي أنا بشوفها مش اختلاف في وجهات النظر، لكن أنا بشوفها هي اختلاف في قناعات أو اختلاف في ثقافات، اختلاف في عادات وتقاليد وتربية وقيم ومبادئ قد تختلف من مجتمع لآخر، يعني من محافظة لأخرى، من بيئة اجتماعية محددة أكيد، عادات وتقاليد ثقافية، خلفية معرفية بالزبط. خلفية مجتمعية، خلفية دينية صحيح. كل الحاجات دي هنا خلاص دي مسلمات ما أقدرش اللي أنا أقنعك بيها. أقول لك على حاجة، في حاجة من وجهة نظري أنا لو برا الشغل يعني بتجنب دايما النقاشات، أنا بشوف فن الخروج من الموقف لو في حاجة اسمها كده، أو لو يصح لي استخدام التعبير صحيح. يعني أنا بسيب كل واحد يقول اللي هو عايزه، لأن كل واحد عنده خلفيته زي ما أنت كنت لسه بتقول يا أحمد، وعنده قناعاته في حاجات قابلة للتغيير للتغيير، وفي حاجات غير قابلة للتغيير بتبقى راسخة موجودة في أذهان الناس. الأغلب الأعم بيحس بالأمان لما بيبقى متفق مع ناس كتير في القعدة صحيح. فالشخص اللي بيبقى مختلف ده بيبقى حاسس الناس أصلا بتهاجمه، فأي شخص بيبقى حاسس ان الناس مغلوب على امره. على فكره انا الاشخاص اللي انت بتقول عليها دي انا بتصعب عليا، لان هو مغلوب على امره، هو لما بيحس عارفه اللي هو السيلفي ديفنس، انا مجرد ما حسيت ان انا الناس بتهاجمني فانا خلاص بقى هجمه مرتده هنا، وانا هصبق يعني خلاص انا هتمسك بوجهه نظري، انا بشوفهم كده يعني هتمسك بوجهه نظري حتى لو هي غلط انا هعند فيها عشان اثبت ان انا صح بالزبط. وانا صح من اجل يعني ان اكون صح ليس إلا. وهو على فكرة أحيانا من قناعاته الداخلية من الكلام مش مقتنع، هو مش مقتنع بس هو شايف اللي هو لازم يثبت، عارفة اللي هو إيه، زي بيقولك أنا أعترض أنا موجود. في ناس بقى تحب تبقى نجم القعدة، يلا أعترض واختلف عشان أنا قاعد مش مستريح ومش ثابت نفسي قوي، فيلا اختلف أنا أعترض جدا أنا موجود. علشان الناس كلها تبص عليا. بقولك هو عاوز يثبت تواجده، ففكره انا اعترض انا موجود هو بيعترض من اجل يعني لا من اجل مش مبدا او قناعات، لا هو بيقول لا علشان خاطر يبقى ظاهر، ولا علشان خاطر يبقى باين في القعده زي ما انت ما بتقولي. فاذا انا بالنسبه لي الاشخاص دي اللي هو يعني صح تمام. كلام حضرتك أكيد. عاش والله، والله ربنا يوفقك يا فندم. خلاص عارفة الواحد ما بقاش عنده طاقة إن هو يسمع حد بيعاند ويقول لأ، في حين إن هو نفسه بيبان على فكرة من أسلوب الكلام وطريقة الكلام إن هو الشخص اللي بيطرح وجهات نظره اللي هو بيعترض فيها دي إن هو معترض من أجل أن يكون معترضا ليس إلا. فأنا بالنسبة لي خلاص اللي حضرتك شايفه. تيجي ناخد السؤال ليفل تاني، ناخد السؤال ليفل. ماذا لو كان اللي قاعد هو اللي صح وأنا اللي غلط؟ أنا في الحالة دي، أنا في الحالة دي هعرف منين وهو هيعرف منين؟ أنا كأحمد بقول وجهة نظر حضرتك وصح، أنت فتحت لي حاجات أنا ما أعرفهاش. بالمناسبة حاجات كتيرة قوي، أنا بقول لك أصل اللي لا يعلم، ما فيش حد بيعرف كل شيء عن شيء، لكن إحنا بنعلم شيء. لا لا دي حقيقة والله، أنت تعلمي شيء عن كل شيء لكن ما تعلميش كل شيء عن شيء. خلينا نبقى متفقين على ده، أنا أي حاجة القلم ده أنا أعرف إنه بيكتب لكن ما اعرفش ادوات طريقه التصنيع، ما اعرفش، فاهم قصدي؟ فهي دي الفكره. فاكيد لما حد يديني بواطن الامور ويقول لي ليه ده حصل، انا بالتالي اقتنعت بوجهه نظره، ويمكن ده اللي انا شايفه الهدف الرئيسي من النقاش او اي حوار بيتعمل، ان هو انا بعرف وانا بتعلم وانا بتثقف، لان ما فيش حد بيوصل للكمال، الكمال لله وحده. طبعا. فاحنا كلنا بنتعلم، وطول ما احنا عايشين لازم ان احنا نتعلم، ولازم ان احنا نقرا، ولازم ان احنا نشوف يعني الجوانب الاخرى للامر عشان اقدر ان انا اكون يعني عندي وجهه نظر وعندي قناعات يحترم او تحترم من الطرف الاخر بمجرد ما اعرض. على اي حال ده سؤالنا فيه
الحلقة النهاردة، وهنستنى يعني آراء حضراتكم ونعرف إزاي بتقدروا اللي أنتوا تنهوا نقاش أنتوا مش مقتنعين بيه. يعني هنستنى تشاركونا الإجابات على صفحاتنا على الفيسبوك، ومنتظرين إجاباتكم وهنعرضها أكيد بالتأكيد يعني خلال حلقة النهاردة المستمرة حتى العاشرة صباحا. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. ودلوقتي خلينا نروح نصبح على دينا ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، ونعرف منها ردها على سؤال النهاردة بتعمل إيه عشان تنهي النقاش، مع العلم يا دينا إن أنت صبورة جدا وحليمة جدا. أيوه. وبالك طويل. صباح الخير يا أحمد، صباح الخير يا منى، صباح السعادة والتفاعل على كل المصريين في كل مكان. صباح الفل. الواحد بيوصل لمرحلة عمرية بتوصل عندها ان انت ما بتحبش تناقش خالص. مش على نفسك كده انت. لا لا لا، انت لازم انت لما توصل لنا هتعرف، هتبدا يعني تبتعد عن اغلب الوقت عن اي نقاشات حتى لو حاده او نقاشات طبيعيه، لانها ممكن تجر معاك لخلاف، فانت بتبقى بتبتعد عنها بكل الطرق. لكن انا هرجع تاني اللي يمكن منا قالته في الاول، ان احنا هنقسم النقاش على حسب العلاقات الانسانيه. انا بالنسبه لي يعني انا هقسمها ازاي، لو انا مثلا والدي والدتي اللي بيتكلموا معايا في حاجه في نقاش معين وانا مش عاجبني، هتلاقيني بابتسامه لطيفه كده حاولت ان انا انهي الحوار، او ان انا كمان اغير الموضوع عشان ما نخشش في جدال معاهم، لان احنا طول الوقت مهما جادلت انت اللي هتطلع غلطان في الاخر. لكن بالنسبه بقى لو حد زميل في الشغل او حاجه، لو ما يهمنيش امره مش هتدخل معاه في اي موضوع، لكن لو يهمني امره هتكلم باللين ومش بالعصبية، وهبدأ أقول رأيي بكل صراحة، أقول أنت حر أو أنت حرة أو أنت حر، وهو بقى مطلق الحرية في أنه هو ياخد قراره. لكن دائما يعني اللي بيجادل بيبقى مقتنع بوجهة نظره وما بيقدرش يتخلى عنها بسهولة. خلينا كلنا متفقين حتى لو أنا اللي بجادل في موضوع معين مش هتخلى عن وجهة نظري بسهولة. فالمهم بقى أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. خلينا نرجع معاكم بقى دلوقتي ونستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي، ومكملة لميدان العباسية. ولو هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات بسيطة لكن غير مؤثرة. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء هنلاقي في سيوله مريه مكمله لحد طريق العروبه، وعند كوبري المطار في كثافات نسبيه غير مؤثره هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. بتظهر بقى كثافات مريه اعلى الدائري في منطقه السلام وداخل النفق للقادم من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي، نفس الامر كمان المتجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع في الاتجاه العكسي اللي جاي من معادي للجيزه، برضه في مناطق التجمع الخامس وفي طريق البساتين وظهراء المعادي. نروح بعد كده لشوارع الجيزة، في كثافات مرية بسيطة على محور 26 يوليو القادم من أكتوبر وبتستمر حتى ميدان لبنان، أما المتجه من المهندسين إلى أكتوبر في سيولة مرية كبيرة على المحور. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات كمان بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي اللي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطلبية. ظهرت كمان كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، في كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان ظهرت كثافات بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. بتظهر بقى كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، في كثافات مرية متحركة. كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت كمان كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. نروح معاكم لمحافظة أسيوط من طريق قنا منفلوط اللي بيشهد بعض الكثافات. أول كثافات دي هتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مرية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرية، وطريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرية.
وهنكمل جولتنا المرورية ونروح كمان للإسم علية وشارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق اللي بيشهد هو الآخر سيولة مرورية كبيرة جدا. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وهناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. وفي الشارع هناك هتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. نروح لطريق أبو أحمد أو لطريق أحمد أبو زيد وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. صباح لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وخلونا نبدأ مع حضراتكم جولتنا الإخبارية اللي فيها مجموعة من الأخبار الهامة التي حدثت بالأمس، ويمكن أبرزها وأهمها إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر في مدينة الصالحية الجديدة. كمان وجه سيادته بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، اللي يمكن قال السيد الرئيس إن بمجرد ما تقنن الأوضاع القانونية لهذا الصندوق هيتم صرف يعني منحة تقدر ب 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع موسع لبحث الإجراءات اللي بتتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، والحكومة أيضا نفت إجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفالية عيد العمال من الشرقية بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة، وكرم الرئيس عدد من قدام العمل النقابي والعاملين المتميزين في أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، وعدد من قدام العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة. امبارح وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية لي بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام وبما يعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه. ووجه سيادته بالبدء في تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وقدرها 1000 جنيه. امبارح وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تحية لكل عمال مصر في عيدهم، وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين، فهم المحور الحقيقي للتنمية والركيزة الأساسية للانطلاق نحو التغيير والتطوير وبناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل مواطن. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع موسع لبحث الإجراءات اللي بتتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن كافة الجهات المعنية بالدولة بتتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية في السودان في ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشر للسودان، وأيضاً في ضوء علاقات الأخوة والأواصر التاريخية والأزلية اللي بتربط شعبي مصر والسودان. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لإجراء تعديلات على جداول امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفي، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وإنه هيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في المواعيد المقررة وفقاً للجداول المعلنة للعام الدراسي الحالي 2022-2023. وفي جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والأحداث اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها تنفيذ أعمال توسعة الطريق الساحلي وتعديل خطوط المياه في مطروح، واستقبال أكثر من 23 ألف طن من القمح في الصوامع والشوان في الغربية. خلينا نروح بقى لي من الغربية للإسكندرية، لأن امبارح تم تنظيم جلسات تخاطب لذوي الهمم بالمجان في مراكز شباب الإسكندرية. كمان في محافظة أخرى كان في بدء تنفيذ أعمال تطوير شارع الجيش أمام استاد المنصورة في محافظة الدقهلية تحديدا، وخلونا نعرف أخبار أكتر في باقي محافظات الجمهورية من خلال هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من مطروح اللي أعلنت فيها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة تنفيذ أعمال توسعة الطريق الساحلي وتعديل خطوط المياه وأساليب تغذية المدينة والقرى الساحلية بمعرفة إدارة المياه. وأكدت الشركة أنه لن يتم فصل المياه عن أي مشترك أو تجمعات سكنية، وهيتم مد خطوط بديلة لتغذية المشتركين. في بورسعيد أعلنت المحافظة أنه هيتم فتح جبال الملح أمام زائريها بداية من يوم الجمعة اللي جاي، وده في إطار خطة المحافظة لعودة الرواج السياحي لمدينة بور فؤاد وتنشيط رحلات اليوم الواحد وتحقيق الاستغلال الأمثل لمقومات محافظة بورسعيد السياحية. في كفر الشيخ أعلن مجلس مركز ومدينة دسوق على الدفع بأربع أتوبيسات وعشرين سيارة من خارج الخط لنقل طلاب الجامعة والموظفين والركاب المتجهين من دسوق إلى كفر الشيخ، وده بهدف تحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً. في الغربية استقبلت مواقع التخزين بالمحافظة 23,946 طن من القمح المحلي، وده داخل 22 موقع تخزيني بكافة مراكز ومدن المحافظة، وهيستمر موسم التوريد لحد نهاية شهر أغسطس القادم. في الإسكندرية نظمت مديرية الشباب والرياضة جلسات تخاطب مجانية لذوي القدرات والهمم بإشراف نخبة من كبار الأخصائيين المتخصصين في المجال، وده في إطار الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم في المجتمع. في البحر الأحمر أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب فتح باب المشاركة في مسابقات دورته الأولى اللي هتقام خلال الفترة من 21 ولحد 27 سبتمبر المقبل. بيضم المهرجان ثلاث مسابقات للفيلم الطويل والقصير، روائي ووثائقي وتسجيلي، إضافة إلى أفلام الطلبة، بخلاف الجائزة الخضراء اللي هيحصل عليها الفيلم اللي بيدعم فكرة الحفاظ على البيئة. فأسوان بتشهد المحافظة وضع اللمسات النهائية لأكبر مركز للغسيل الكلوي، واللي بيضم 41 ماكينة غسيل كلوي بمنطقة المسلة الناقصة، واللي بيعد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي أسوان، والمخطط فرشه وتجهيزه نهاية الأسبوع الحالي تمهيداً لتشغيله تجريبياً منتصف الأسبوع القادم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. في الدقهلية أعلنت المحافظة وصول تشوينات الانترلوك وبلاطات الأرضيات والبوردرات لبدء التنفيذ لأعمال التطوير ورفع كفاءة شارع الجيش بالكامل أمام استاد المنصورة وصولاً لكوبري سندوب بطول 2 كيلومتر، وكمان تطوير كورنيش شارع المنصورية أسفل كوبري سندوب كمرحلة أولى. طيب خلونا نفكر حضراتكم مرة تانية بسؤال الحلقة اللي بيقول ازاي بتخرج من النقاش ده انت ما بتكونش مقتنع بيه. منا تقول لنا يعني نبدأ خلينا نبتدي كده بالتعليقات. محمد الاشقر بيقول صباح الفل عليك يا مصطفى بيك، صباحك ورد يا منا. لا لحظه بس، مين مصطفى؟ مصطفى كفافي. انا تعبت في البرنامج ده على فكره والله، مره يتقال عليا شاذلي، وشاذلي صديقي واخويا ويعني صاحب رحله كفاح وعمر، ومره مصطفى، ومره اتقال لي عبد المنعم باين يعني. طيب الحمد لله، الناس بتحبك وبتطلع يعني لك عبد المقصود على فكره كله. كمان طيب الحمد لله، كلها اسماء ربنا والله، منا يعني ربنا يزيد ويبارك. صباح الفل عليكم. في كل احوال بريح دماغي واقول له عندك حق، خصوصا ان بتبقى دماغه ناشفه. غالبا محمد هنا يقصد حد معين على فكره، ما بيقول لك دماغه ناشفه، ما اعرفش مين بقى يعني المعنى في بطن الشاعر. هو محمد شعر. هو محمد اللي يقول لنا يقصد مين يعني. طيب خلونا ناخد تعليق اخر من التعليقات الخاصه بحضراتكم. في استاذ ثروت عدلي بيقول صباح الخير على حضراتكم، افضل حاجه اسيبه وامشي علشان ما يحصلش مشاكل. ولو سابه ومشي وفي نص النقاش هيعتبره نده وقال له تعالى فانا طيب محمود زهران بيقول صباح الخيرات، اخلق فرصه ليا وبعدين اقول له طيب احنا ممكن نرجع نقرا او نبحث في الموضوع ده، نفيد ممكن نفيد بعض بالصح. صحيح. وحافظ على الود، ربنا يديم علينا الوصال، يا سلام. طيب في استاذ احمد سعيد احمد بيقول اسعد الله صباحكم بكل خير، لو نقاش يخص العمل مجبر على الاستماع. حلوه مجبر دي، عجبني يعني. خلاص يعني المرتب برضه إيه؟ اخر الشهر وجيبه هيوجعوا الراجل يعني. لو نقاش خارج في موضوع اخر، الاعتذار بطريقه غير محرجه مثلا، جالي تليفون او اي شيء استاذن بدون محرج الطرف اللي قدامي. وهنا نحط بقى 50 خط على بدون محرج الطرف اللي قدامي، لان يمكن استاذ احمد اقول لك راح لنقطه غايه في الاهميه، لان احيانا في ناس بتتعامل مع الموضوع بقله ذوقها عفويه وتحرج الطرف الاخر. هو معلوماته بسيطة يا أخي،
لو انت مش قادر اللي انت تسمعه خليك عندك نوع من انواع جبر الخواطر، اما تقف وتسمعه راجل غلبان وعلى قده وهو طريقه فكره كده، او بطريقه شيك من غير ما تجرحه لو انت مش عاوز يعني تسمع هذا الحوار وتنهي هذا الحوار. فانا بحييك طبعا على لفت نظر فكره بدون احراج. اه الحوار مش لازم ينتهي بان واحد منتصر على التاني، او راي صحيح. شخص يعني انتصر لرايه، او شخص تاني اقتنع بالراي المقابل ليه، لكن الحوار ده عشان نتكلم ونتشارك، قد نتفق قد صحيح. لا نتفق، المهم ان احنا نخرج من الموضوع حبايب، لحل وسط على طيب. الاقل. ميار بقى بتقول صباح الورد عليكم، والله بحاول اقنع بالصح، لو ما نفعش بعمل نفسي عبيطه وخلاص. طيب انا بصي، انا في بس يعني تعليق من اسيوط، لان انا الاسيطه ليهم في قلبي مكانه غاليه، في الاستاذ كحلاوي فتحي محمد، لان انت عارفه المنايف والاسيطه احنا اولاد عم. اول مره عارف. لا طبعا اولاد عم، اي حاجه منوفيه وسيطه تعرف اللي هم اولاد عم. انت عايز تقول الكومنت بتاع الاستاذ. طيب صباح الخير عليكم من اسيوط، اهم حاجه في اي نقاش عدم شخصنه النقاش، وكمان لازم الاصغاء للطرف الاخر حتى ينتهي من كلامه، وباكد وكده اقدر اكسب معرفه ومعلومات اكتر، اقدر من خلالها تقويه راي. كلام محترم يعني انا عاجبني كلام محترم، فكره ان انا طالما ان انا قررت ان انا استمع للطرف الاخر فانا انصت للطرف الاخر، علشان خاطر اكيد في معلومات ممكن يعني يكون الراجل ده هو عنده قدر من العلم والمعرفه اكتر، لان مفيش زي ما اتفقنا مفيش حد بيعلم كل شيء عن شيء. طب فاللي انا استفيد منه يمكن يعزز من المعلومات اللي عندي، ويقدر يقنعني او يضيف لمعلوماتي حتى لو احنا متفقين في نفس وجهه النظر. صح، حلوه دي برضه. صح، ان احنا ممكن في نقاش نبقى متفقين ونكمل الكلام، لان معلوماتنا ممكن تكمل بعض. صحيح. دي فكره كويسه. انا مين بقى دلوقتي؟ ايه ده، انا مين دلوقتي؟ دلوقتي بصوا لخبطتني انا شخصيا. طيب احنا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل معاكم فقراتنا، ومستنيين كمان تعليقاتكم على سؤال حلقتنا النهارده اللي بيقول لو انت مش مقتنع في النقاش ازاي بتقدر تنهيه من غير ما تحرج اللي قدامك، او ازاي بتقدر تنهي نقاش انت مش مقتنع بيه. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، في كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كمان في نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة، خصوصا أن في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وهل كمان هيستمر معنا الأيام الجاية حتى نهاية الأسبوع؟ بالفعل، يمكن احنا بدأنا من اليوم نشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وده بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية ما بين صحراء شبه الجزيرة العربية وأيضا الصحراء الغربية. الكتل دي مرتفعة في درجات حرارتها بالشكل الكبير، كمان هيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. الارتفاع ده هيكون تدريجي، يعني اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية، وهيستمر لحد نهاية الأسبوع. ذروة الارتفاعات هتكون يوم الخميس القادم إن شاء الله، وتبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار. يمكن دي أعلى درجة حرارة هنسجلها خلال ارتفاع في درجات الحرارة. المناطق الجنوبية توصل ل 38 درجة مئوية، الأقصر وأسوان. فعشان كده احنا هنوصف الطقس النهاردة ان هو طقس نقدر نقول مائل للحرارة على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى. أجواء حارة على جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بنحس بيه أكثر فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، خاصة كمان إن احنا مع فترات المساء وساعات المغرب هيكون في متوقع نشاط للرياح في اغلب محافظات شمال البلاد. نشاط الرياح هيساعد بشكل كبير على احساسنا بمزيد من الاهم. بس الرياح دي هتكون محمله بالرمال والاتربه ولا هتكون رياح عاديه؟
اليوم نشاط رياح هيكون نشاط رياح عادي، مش هيكون معاه اي اتربه ورمال مصاره، وهي فقط هيخلينا نحس بالبروده خلال فترات الليل وفترات المساء. لكن غدا متوقع ان نشاط الرياح ده يكون مثير لبعض الرمال والاتربه، خاصه في غرب البلاد، يعني في سيوه وفي مطروح والصحراء الغربيه، المناطق الداخليه ممكن يكون عليها اتربه عالقه، لكن ده مع يوم الخميس مش النهارده ان شاء الله. فقط نشاط رياح اليوم هيخلينا نحس بانخفاض درجات الحراره فترات المساء وفترات الليل. كمان اليوم في شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الشبوره المائيه دي بتاثر على الرؤيه الافقيه وبتتكون فتره الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، لانها مش شبوره مائيه كثيفه، هي شبوره مائيه خفيفه بتتلاشى بسرعه جدا مع سطوع اشعه الشمس، ومتوقع استمرارها معانا خلال الايام القادمه. بعد ارتفاع درجات الحراره هيحصل مره اخرى انخفاض في درجات الحراره فتره النهار وفترات الليل، عشان كده احنا بننصح كل الساده المواطنين مهم جدا ناخد بالنا من نوعيه الملابس. صحيح. مفيش مشكله تماما من تخفيف الملابس فترات النهار، واحنا اكيد مع ارتفاع درجات الحراره كل الناس بتخفف الملابس. صحيح. اللي هناكد عليه فترات الليل، ما زالت البروده موجوده فترات الليل، فلو بنخرج فتره الليل او فتره الصباح الباكر لازم نصحب معانا جاكيت، يكون جاكيت خفيف، او بنرتدي ملابس رباعيه مش ملابس صيفيه، بالإضافة كمان لازم تكون القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على أغلب الطرق. ومرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية ناخد بالنا خلال الأيام القادمة، لأن في بعض الأيام هيكون فيها أتربة ورمال مسار. لا ربنا يسترها بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك للمتابعة اليومية معانا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 28 الصغرى 18، العاصمة الإدارية 28-18، الإسكندرية 27-16، العلمين الجديدة 26-16، مطروح 26-16، دمياط 22-16، بورسعيد 22-16، إسماعيلية 27-18، السويس 28-18، العريش 23-16، كاترين 25-7، طابق 22-18، حلايب 28-20، شلاتين 30-20، شرم الشيخ 30-20، الغردقة 31-20، الفيوم 29-17، بني سويف 30-17، الوادي الجديد 34-18، أسيوط 32-16، سوهاج 33-17، قناة 34-18، الأقصر 34-19، وأخيرا أسوان 35-20. زي ما كنا مع حضراتكم في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ونخلي بالنا أن من بكرة هيكون في رياح، لكن هتكون محملة بالرمال والأتربة، نتوخي الحذر خاصة لمرضى الجيوب الأنفية، وناخد بالنا كمان من انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل. هرجع مره ثانيه لاحمد ومنى علشان نكمل معاكم فقره صباحيه مصر. شكرا ليك يا دينا، والشكر موصول طبعا للدكتوره منار غانم. شكرا. ودلوقتي جمعتنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الجوله 27 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين هيستأنف جلسته لاستكمال استعراض التطورات الجارية في السودان ودعم جميع أشكال التنسيق العربي للتعامل الشامل مع الأزمة، وده بالتزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب برئاسة دولة قطر، وأخرى طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة الجزائر، وده استجابة للدعوة اللي وجهها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني. النهاردة هتعقد كلية الإعلام بجامعة الأزهر مؤتمرها الدولي الخامس بعنوان الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات. فكرة المؤتمر ومحاوره النقاشية ومشاركاته البحثية بتأتي انطلاقاً من رصد ومتابعة ما يتعرض له العالم من أحداث وأزمات سياسية وصحية ومناخية واقتصادية وغيرها، ودور الإعلام الرقمي في إدارتها وصياغة حلول ناجزة لها عبر ممارسات إعلامية واعية ومسؤولة تسهم في الحل لا إشعال الأزمة. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 27 من عمر المسابقة. هيلتقي غزل المحلة مع سموحة الساعة 7 بالليل، ومباراة الداخلية مع إمبي الساعة 9:30.
برحب بحضراتكم مرة تانية. خلونا دلوقتي نتكلم عن ما يحدث في جامعة الإسكندرية تحديداً، وتحديداً كلية الحقوق، لأن فريق طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية فاز بالمركز الثاني في مسابقة المحكمة السورية العربية، يعني اللي أقيمت هذه النسخة في دولة الكويت الشقيقة في نسختها التاسعة، وشارك فيها 23 جامعة من 13 دولة عربية. طول عمرنا عندنا كفاءات وعندنا كوادر، والعقل المصري لا يعلى عليه. تصفيات كتير حصلت في الفترة اللي فاتت عشان توصل للمحكمة السورية العربية، اللي هي عبارة عن مسابقة علمية قانونية بتجمع طلبة الكليات القانونية في الوطن العربي سنويا، وده للتنافس العلمي حوالين القضايا القانونية، وكمان عشان تدرب الطلبة على كيفية كتابة المذكرات القانونية، وكمان ازاي يترفعوا قدام لجنة المحكمين. خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الدكتور محمد حسن كفافي، مدرس مساعد بكلية حقوق الإسكندرية ومدرب الفريق. صباح الخير عليك. صباح النور زمانة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور أحمد. صباح النور يعني على كل ألف مستدين. ألف ألف مبروك الحصول على مركز متقدم في المسابقة، وعاوزين نعرف بقى من حضرتك يعني توضح حضرتك لنا طبيعة المسابقة والمنافسة كان شكلها عامل إزاي في النسخة التاسعة. والله المسابقة دي من ضمن مسابقات سورية كتير بتشترك فيها جامعة اسكندرية، ودي المسابقات السورية بقالها فترة منتشرة سواء على مستوى الوطن العربي أو على المستوى المحلي. في مسابقات عندنا على المستوى المحلي المحكمات السورية. دكتور محمد بس هنا الأول توضيح، سورية بمعنى إن هي زي محاكاة للواقع. هي بتبقى محاكاة للمحكمة للمحاكم العادية باختلاف درجاتها، يعني ممكن نلاقي محكمة سورية بتمثل هيئة المحكمة فيها محكمة مصرية، أو بتحاكي مثلا اللي احنا كنا فيها دي، كنا بنترافع وبنقدم المذكرات القانونية كأننا بنترافع أمام محكمة العدل الدولية. ممكن نلاقي أمام قضاء دولي زي محكمة الجنائية الدولية. على حسب كل قضية بقالها ظروفها بيتم تحديد هيئة المحكمة فيها. فالمسابقة دي احنا كنا بنترافع وبنقدم المذكرات، والطلبة كانت بتقدم الشغل كأنك بتقدم قدام محكمة العدل الدولية تبع منظمة الأمم المتحدة. مزبوط. فكنت بتلتزم بالقواعد اللي بيتم تقديمها في الواقع العملي، شكل المرافعات هناك اللي ينفع تقدمها قدام محكمة العدل الدولية. طيب احنا عارفين ان كل سنة النسخة بتختلف عن النسخة اللي قبلها. المحكمة السورية ابتدت 1433 هجريا، احنا في 1444. اعتقد ان على مدار 10 سنين الوضع اختلف تماما عن النسخة الاولى. اكيد انتم متابعين ايه اللي حصل، واكيد انتم متابعين ايه الاختلاف. هل دي المرة الاولى اللي بنشارك فيها بفريق مصري؟ لا، احنا بالنسبه لجامعه اسكندريه احنا شاركنا اكتر من مره. شاركنا مره في 2014، مره في 2019، مره في 2021 اونلاين، ودي تقريبا المره الرابعه في 2023 في النسخه التاسعه. وحصلنا على مراكز قبل كده. في 2019 خدنا احسن مذكره مدعي عليه تقريبا. في 2021 وصلنا للمركز الرابع واحسن، خدنا جائزه احسن مذكره. السنه دي الحمد لله كان اول مره يعني نحقق مركز متقدم، حققنا المركز الثاني. ما شاء الله. طيب ما شاء الله. دكتور محمد، يمكن المرافعات أمر ليس بالهين، ولابد أن يكون لي استعدادات، فما بال حضرتك يعني اللي أنا أعرفه أن طالب كلية الحقوق علشان يبتدي يترافع يعني بيخضع الأول في تدريب في مكتب محاماة وغيرها من تفاصيل لابد أن تحدث. لكن استعدادات المسابقة بقى، هل برضو نفس القصة كان في قبلها استعدادات بفترة زي تدريب وليكن للطلبة أولا، ولا يعني نظمتم عملية الاستعداد لهذه المسابقة ازاي؟ هقول لسعادتك، احنا بدأ تقريبا الاستعداد للمسابقة في شهر 10 اللي فات. تمام. تم اختياري لتدريب الفريق وتكوين الفريق، يعني المرحلتين بيبقوا مع بعض. تمام. وانا شايف كانت من طبعا من اصعب المراحل هي الاعداد الفريق، اختيار الفريق. تمام. اختيار الفريق، لان احنا طبعا انت عايز يعني الفريق كان مكون من اربع افراد، انت ملتزم بان انت اربع افراد، واحنا عندنا الكليه طبعا اعداد كبيره جدا، فانت عشان يعني تنتقي اربعه اللي هم صفوه الصفوه زي ما بيتقال بالظبط. فاحنا الخطوات اللي هحكي لحضرتك سريعا كده، الخطوات اللي احنا قمنا بيها، بدانا الاول ان احنا نزلنا اعلان على مواقع كليه مختلفه ومواقع التواصل الاجتماعي بالمسابقه وبشروط التقدم ليها، وحطينا المعايير مستقاه من المعايير اللي حددتها المسابقه. يعني المسابقه لو محدده معيار 1 2 3 4، احنا ممكن نكون زودنا معيار 5. تمام. يعني عملنا المعايير مستقاة من المعايير اللي حددتها إدارة المسابقة مبدئيا. تمام. جالنا في نموذج التسجيل اللي نزل على النت حوالي 120 طلب للتقديم.
من الطلبه، وده عدد كويس جدا بالنسبه لنا. بدانا نصفي عن طريق بعض الاسئله اللي موجوده في الفورم ده، الى وصلنا تقريبا لحوالي 60 او 70 فرد. تمام، بدانا نعمل لهم مقابلات شخصيه نتكلم عنهم عن نشوف. معلش انا هوقف حضرتك لحظه بس، يعني الطلبه اللي كانوا موجودين هم طلبه الفرق الاربعه ولا السنه الرابعه ولا ايضا منهم طلبه الدراسات العليا؟ لا يا فندم، احنا فتحناها السنه دي لثالثه ورابعه والدراسات العليا. ثالثه ورابعه والدراسات العليا، يعني دي من ضمن المعايير الاختيار ان احنا فضلنا ان احنا تكون ثالثه او رابعه، تمام، او الدراسات العليا، لما ان دول بيبقوا ليهم فتره كبيره نسبيا في القانون. صحيح. تمام، على عكس طلبه فرقه اولى وثانيه ممكن خبرتهم ده هي خبرته اقل في القانون. بالظبط. جالنا يا فندم، وصلنا في مرحله الصياط اللي هي المقابلات الشخصيه، عملنا انترفيو لحوالي 60 شخص، تمام، من الطلبه اللي تقدموا. صفينا منهم لحوالي 20 طالب. تمام. ده. بدانا ان احنا نطلب من ال 20 دول ندخلهم جوه الكليه محاكمات سوريه قصاد بعض، كاننا احنا هيئه المحكمه، وندخل الطلبه دي قصاد بعض في محاكمات سوريه، ونطلب منهم يقدموا مذكرات قانونيه. ومن خلال المرحله دي قدرنا ان احنا نوصل لاربع طلاب اللي هم كونوا الفريق الاساسي. وحاولنا طبعا، احنا كنا ملتزمين ان احنا ما نقدرش نختار غير اربع طلاب دول اللي هيسافروا واللي هيشاركوا في المسابقه. تمام، واحنا عايزين مع ذلك الفايده تعم اكتر من كده، فحاولنا ندخل اثنين طلبه او ثلاثه يكونوا هم احتياطي معانا، او مش احتياطي، هم بيشاركوا بالتدريب بصفه وديه هنا في الجامعه بشكل تطوعي، يستفادوا، ممكن ناهلهم ان هم يشاركوا بعد كده في النسخ الجايه. تمام، انما الفريق الاساسي كان مكون من اربع طلاب. اكيد. طيب، كل سنه بيبقى في عدد معين من الكلمات، ده القانون يعني بيقول كده، المذكره بتتقدم بعدد معين من الكلمات. السنه دي كان الوضع مختلف، ولاهميه القضيه اللي تم الترافع فيها وصل عدد الكلمات من 6000 ل 7 كلمات سنه كلمه في المذكره كاستثناء. عايزه اعرف ايه القضيه اللي انتم كنتم بتطرحوها وبتترافعوا عنها؟ يا فندم، هي القضيه كانت هي بتبقى القضيه كانت مستوحاه من قضيه موجوده قبل كده، وهي مشكله التفجيرات النوويه اللي كانت قامت بها فرنسا على ارض الجزائر. تمام، وهي قضيه عرضت بالفعل او طارت بالفعل امام محكمه العدل الدوليه، فهي كانت مستقاه من احداثها، يعني اي حد يقراها هياخد باله ان هي مستقاه من احداث القضيه دي ومن وقائع القضيه دي، ولكن بدون طبعا ذكر اسم فرنسا او اسم الجزائر او الى اخره. هي كانت بيتم تم الاشاره الى دوله مجريه التجارب الى دوله دمار، والدوله التي اجري عليها التجارب الى دوله عمار. وبدانا وبيبقى في القضيه بقى يعني مشكلات قانونيه او معادلات قانونيه كثيره، فدي بقى بنبدا نبحثها على حده وندور لها على احكام محاكم سابقه او قواعد في القانون الدولي، ونبدا على هذا الاساس نحضر المذكرات ونحضر المذكرات ونحضر المرافعات على هذا الاساس. اكيد. طيب، يعني اعتقد مجهود كبير قمتم بيه. دكتور محمد حسن كفافي، مدرس المساعد بكليه الحقوق بالاسكندريه، كفيتم ووفيتم في المجهود، شكرا ليك ولفريقك اللي كان النهارده موجود معاك، واللي قدموا حاجه محترمه جدا، وفعلا قدرتم انكم تفوزوا بالمسابقه. انا بشكرك طبعا يا دكتور محمد كل الشكر، وبالتاكيد كمان يعني عجبني فكره اللي انت ضفته اتنين احتياطي للفريق، فكره بقى نقل الخبرات وتراكم الخبرات. خلاص سنه ثالثه ورابعه الطلبه دول كمان سنه هيخرجوا، طب ازاي اللي احنا نحفز الطلبه الجدد علشان يكونوا مؤهلين لخوض المسابقه؟ وهو ده يمكن فعلا اللي بيميز يعني المصري تحديدا في فنون الاداره. على اي حال طبعا بنشكر دكتور محمد، وبنشكر طبعا كل القائمين على اداره، يعني سواء كان عميد الكليه في كليه الحقوق جامعه الاسكندريه، وكل القائمين على المنظومه التعليميه في جامعه الاسكندريه. دلوقتي مشاهدينا الساعه 8، وده ميعادنا مع موجز لاهم الانباء الثامنة صباحا مع دينا شرف. اتفضل يا دينا. شكرا لك أحمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة. وخلال احتفالية عيد العمال بمصنع شرقية للسكر بالصلحية الجديدة، وجه الرئيس السيسي أيضا بالبدء في صرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية
قدرها 1000 جنيه. وشدد الرئيس السيسي على أنه مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو العالم، لا أحد يستطيع المساس بنا طالما نحن على قلب رجل واحد. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن كافة الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعات تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وفي ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشر. كما وجه مدبولي باستمرار انعقاد مجموعة الأزمة لمتابعة المستجدات أولا بأول، مؤكدا ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالسودان، وأن مصر تقف بجانب السودان وشعبه الشقيق في أزمته الراهنة. تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا سياسيا اليوم بعنوان التنسيقية والحوار الوطني. يناقش الصالون مقترحات أعضاء التنسيقية في المحورين الاقتصادي والمجتمعي، وذلك خلال جلستين. الأولى تتناول عجز الموازنة وريادة الأعمال ومعوقات الاستثمار، فضلا عن الشراكة بين قطاعين العام والخاص. أما الجلسة الثانية فتتناول المحور المجتمعي، وتناقش ملفات تجديد الفكر الديني والاهتمام بقصور الثقافة والحفاظ على الهوية والصحة النفسية، بالإضافة إلى التعليم. أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات إسرائيلية في محيط مدينة حلب شمال سوريا. وأوضحت سانا أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ، مشيرة إلى أنها تجري عملية تقييم الأضرار الناتجة عن هذه الغارات. وأضافت سانا نقلا عن مصدر عسكري أن القصف أدى إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص. أعلنت الولايات المتحدة أنها سلمت ما يقرب من 100% من المساعدات العسكرية التي طلبتها كييف لشن هجومها المضاد. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الإدارة الأمريكية تتوقع استمرار تلقي الدعم من مجلس الشيوخ فيما يتعلق بتخصيص حزم مساعدات دفاعية جديدة في الأيام والأسابيع المقبلة. كما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده لن تتخذ خطوات أحادية الجانب بشأن مسألة إمدادات السلاح لأوكرانيا. وقال شولتز أن ألمانيا تبذل قصارى جهدها لضمان عدم حدوث تصعيد في اتجاه الحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلنطي الناتو. حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل، وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض. وأكدت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي ضرورة أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يسمح للحكومة بمواصلة سداد مدفوعاتها. وفي الأسبوع الماضي صوت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقديم برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بيكم من جديد. مبادرة ابدأ اللي أطلقتها الدولة المصرية لدعم المصانع والصناعات الحديثة، الدولة بالفعل ابتدت تجني ثمارها، وده اللي شفناه امبارح أثناء الاحتفال بعيد العمال وحوار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من رؤساء مجالس إدارة الشركات دي، واللي أكدوا إن دعم الدولة قدر يخلي الصناعات ترجع تاني
وتقلل كمان الفجوة وكمان توفر فرص عمل كتير للشباب. أعتقد شفنا ده كلنا. ناحية منا يمكن مبادرة ابدأ منذ إطلاقها، المبادرة الوطنية للصناعة في مصر، كان ليها شقين بتشتغل فيهم بالتوازي، هو الدعم وتوطين الصناعة، وشفنا امبارح يعني تقديم يد العون والدعم الكامل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفالات عيد العمال لكل يعني أصحاب هذه المشروعات أو المصانع المتوسطة أو الكبيرة زي ما يعني بتصنف. لكن كان الرئيس حريص والقاسم المشترك في الخمس افتتاحات للمصانع اللي كان دايما بيأكد عليه الرئيس في كلمته، هو فكرة لكم كل الدعم علشان نوصل بأعلى نسبة مكون محلي في الصناعة الخاصة بحضرتكم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الأستاذ محمد إبراهيم عبد الله، رئيس مجلس إدارة مصنع سويتانا، ويمكن ده مصنع من المصانع اللي شاهدناها بالأمس في الفيديو كونفرنس في الافتتاحات. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. صباح الخير يا باشمهندس، اهلا وسهلا بك. صباح الخير باشمهندس. عايزين بدايه نعرف منك ازاي مبادره ابدا اللي الدوله اطلقتها لمسانده الصناعات الحديثه وكمان المصانع المتوقفه، ازاي قدرت انها ترجع وتساعد وتدعم انها ترجع المصانع دي دلوقتي؟ والله يا صباح الخير الرئيس طبعا على افتتاح المصنع، ونشكر مبادره ابدا طبعا اللي هو وجه للست الرئيس بتاسيسها النهارده، اللي هي بتساعد المصانع كلها لو في حد عنده اي مشاكل بتحلها له او بتحاول تحلها له وتفهم حلها، ومن خلال مجموعه من الشباب على اعلى مستوى بصراحه، يعني مجموعه شباب خيره شباب مصر، تعليم عالي جدا وثقافه عاليه جدا، بيتدخلوا مع اي جهه بتعطل لنا اي مشاكل او ورق بتعطل لنا اي حاجه، بيتدخلوا معاهم بيحلوا لنا المشاكل اللي بتواجهنا طبعا، وعاملين كمان شغل كويس جدا في موضوع التحول الرقمي. برضه يحولوا الشركات انها تبقى كلها ماشيه بنظام سيستم، مفيش حاجه بتلغي اي حاجه ورقيا، تبقى كل شغال ديجيتال، تحول رقمي لكل المنظومه. طبعا في انواع كمان من الشراكه معاهم، كمان بتبقى فيه شراكه بنسب، طبعا الشراكات دي بتبقى مهمه جدا ان هي بتدعم لو في حد محتاج دعم هم بيدعموه ماديا او اي حاجه او جسديا او اي حاجه. الحمد لله يعني احنا تعاوننا معاهم، بس لسه مفيش نوع من الشراكه حاليا، بس هم الناس كفايه ان هم سبورت لينا في اي حاجه بيحلوها لنا. نعم. طيب باشمهندس، يعني في الحقيقه شركه سويتانا هي شركه للمواد الغذائيه وبالتحديد صناعه الحلوى والشوكولاته، ويمكن زي ما شفنا حضراتكم اهديتوا يعني 5000 قطعه شوكولاته سواء كان لاهالي الشهداء او لحياه كريمه تحديدا. عاوزين نعرف بقى ازاي عندكم خطه، الخطه دي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وعاوزين برضو فتح افاق للتصدير الخارجي عشان نقدر ان احنا ندخل عمله صعبه، ازاي بتساعدكم ابدا في ده؟ والله حاليا احنا السوق المحلي احنا فاتحين من بقالنا 6 شهور تقريبا، بقالنا انتاج 6 شهور، احنا فاتحين من سنه تقريبا، بس الانتاج الفعلي في السوق بقاله 6 شهور. حجم المبيعات بقى في الست شهور دي الايه؟ حجم المبيعات في الست شهور، يعني الحمد لله في تغطيه كويسه، و احنا بنحاول نغطي السوق طبعا بنسبه كبيره. احنا مش السوق كله حاليا، احنا القاهره واسكندريه وبعض المحافظات، احنا بنحاول نغطي بس اكبر المحافظات. طبعا بنحاول نغطي جميع انحاء مصر الفتره اللي جايه دي، خلال حجم الكتله خلال 2 3 شهور نوصل ان احنا نغطي جميع انحاء مصر ان شاء الله. نعم. وبعديها احنا صدرنا برضه لدول زي السودان وفلسطين، لان الدول دي ما لهاش اشتراطات تقريبا كثيره في الورقيات، فالموضوع بيبقى سهل التصدير معاهم. طبعا احنا عشان نصدر محتاجين ناخد الوايت ليست. بس انتوا بداتوا بالفعل تصدير للدولتين دول؟ في الدرجه دي. نعم، عظيم جدا. طبعا مش يعني مش بارقام كبيره، لان حضرتك عارف بقول لك مفهوم حاطين خطه ان شاء الله بحلول 24 نكون وصلنا ل 5 مليون دولار باذن الله ان شاء الله. يا رب 15 مليون دولار كمان، مش 5 بس ان شاء الله. والسنه 25 ان شاء الله نضاعف الارقام باذن الله، بس احنا محتاجين بس يعني الجهات الحكوميه تطلع لنا الاوراق، يعني بيساعدنا جدا. اعتقد بعد كلام السيد الرئيس امبارح انتم مش محتاجين حاجه، يعني السيد الرئيس قال لكم كل يعني الدعم ليكم واللي انتم عاوزينه هينفذ. كل موظف في مصر قاعد على مكتبه يعني يسهل حاجه الناس ويطرع استعراض ناس عشان مصر كلها تنهض، هو الموضوع هو بيقدم خدمه، والخدمه دي هتساعد مصر كلها. صحيح. يعني الموظف يبقى فاهم ومستوعب ان هو اي حد بيعطل له ورقه او بيتعنت في حاجه
يعني لازم يفهم ايه المضمون بتاع الموضوع. يعني بص يعني مش عاوزين نكون متشائمين يا باشمهندس، مش عاوزين نكون متشائمين، احنا عاوزين نبدا وناخد الخطوه، واذا كان هناك يعني بعض العقبات او يعني العائق اللي واقف قدامكم، اعتقد انت هتلاقي يعني مش هقول لحضرتك هيتحل، اعتقد هتلاقي يعني الشباب في ابدا بيحلوه قبل ما توصل المشكله لحضرتك اصلا. ان شاء الله انا متفائل خير باذن الله، وكل المشاكل هتتحل باذن الله، لان اللي في اراده، وطالما في اراده ان شاء الله قدرة. أكيد. أستاذ محمد، امبارح أعربت عن فخرك لسيادة الرئيس بأن العمالة اللي موجودة كلها مصرية، طبعا المنتج مصري، وأغلب الأجهزة أو أغلب المعدات اللي موجودة كمان صناعة مصرية. فكرة وجود المعدات بصناعة مصرية وأن اللي بيشغل هذه المعدات عمالة مصرية، المطلوب الفترة الجاية نقدر نعمل إيه علشان نزود كمان في المعدات اللي داخلة تكون صناعة مصرية، ونقدر نطور من أداء العمال المصريين؟ بص، هي المنظومة الصناعية كلها منظومة واحدة، من أول تدريب العمالة لحد تصنيع المكن، لحد تصنيع المنتجات النهائية، لحد الزراعة اللي بتخش في الصناعة، فهي المنظومة كلها واحدة. احنا لو هتبقى المنظومة كلها فهي الترس كله هيدور إن شاء الله. فبالنسبة للعمالة المصرية، احنا عندنا عمالة بدرجة عالية جدا من الكفاءة، وخصوصا كمان انا بنصح اي حد عايز يعمل مشروع صناعي او مستثمر يطلع على العاشر من رمضان، لان فيها كميه عماله مدربه وعماله كميه كبيره جدا، والمنطقه كلها، لان العاشر من رمضان كانت منطقه كلها صناعيه في الاساس، ففيها كميه كل الناس اللي فيها عمال وفنيين على اعلى مستوى ومتدربين كويس جدا. فاحنا ما عندناش اي مشكله في موضوع العماله، واي كميه عماله موجوده ومتوفره. فدي نصيحه لاي مستثمر عايز يعمل مشروع يطلع على العاشر من رمضان، هناك الدولة بخصص أراضي. طب أستاذ محمد، بس عايزة أقطعك في النقطة دي، ابتديتوا تعملوا أي اتفاقيات مع المدارس الفنية والمدارس الصناعية؟ حضرتك عندك بالفعل عمالة مدربة، لكن عايزين نعمل جيل تاني وجيل تالت من العمالة المدربة على أرض الواقع، في خطتك تعمل حاجة زي كده؟ إن شاء الله طبعاً. احنا بص، احنا يعني احنا استارت يعني إنتاج 6 شهور، ده مش عمر كبير في 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 مصنع. فاحنا إن شاء الله عاملين خطة 5 سنين بإذن الله، وطبعا في المرحله القادمه هنعمل مدرسه للتعليم وهندرب ناس معانا في المصانع، وان شاء الله مستهدفين مصنع، يعني ان شاء الله يعني ناخد ارض كبيره، مساحه كبيره، نعمل عليها مصنع ان شاء الله عملاق في نفس الشركات العالميه باذن الله، وحاطين خطه للتصدير كبيره. فبنقول يا رب يا مسهل الحال، وايدنا في ايد المبادره والدوله بتدعمنا، وان شاء الله نوصل باذن الله. كل التوفيق الأستاذ محمد إبراهيم عبد الله، رئيس إدارة مصرع سويتانا المكرم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح. شكرا جزيلا لوجودك معنا. يمكن كمان امبارح لكل المتابع منا لحفل السيد الرئيس بمدينة الصلاحية الجديدة في محافظة الشرقية تحديدا، لقينا يعني تكريمات سواء كانت بالأوسمة أو الأنواط لعدد من العمال والقيادات العمالية اللي كان ليهم دور بارز ومهم خلال مسيرة العمل، سواء كان بالكفاح والإصرار على العمل، أو كان سواء بدعم العمال والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم. كان من بين المكرمين باحتفالية الأمس الأستاذ أحمد طلعت عبد الجواد، محاسب بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة القوى العاملة من ذوي الهمم. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير يا فندم، بحياتك الله يخليك. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير، كلكم طيبين وحضرتك طيب. بداية عايزين نعرف منك، كنت متوقع انك تتكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية مهمة زي دي، وان يعني تبقى حاسس ايه وانت واقف وبتتكرم من قبل السيد رئيس الجمهورية؟ والله انا يعني اتفاجئت ان سيادة الوزير معالي الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، انت متابع تكريم حضرتك اهو بالامس. نعم طبعا تمام، اللي هو رشحني ان انا ابقى موجود في الاحتفالية، وبناء عليه تم تكريمي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وده شرف عظيم ليا ان انا من ضمن المكرمين، وده يعني دليل على اهتمام الدولة وعلى رأسهم القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمامه بذي الهمم ودعمه لينا بمناسبة التكريم ده يعني. نعم استاذ احمد، يمكن اكيد لا ده فخر وشرف لينا كلنا لوجود حضرتك يعني في منظومه العمل، انتوا جنود العمل والانتاج تحديدا يعني. لكن امبارح دعم السيد الرئيس يعني دائما مستمر لذوي الهمم تحديدا، ويمكن شفنا ده في عدد من القرارات اللي اتخذها سيادته بالامس، اللي منها فكره الحفاظ على
نسبة 5% اللي موجودة داخل الشركات سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص، وتوجيه التدريب لحضراتكم والحرص على المتابعة بالتعيينات الخاصة بكم. شايف القرارات دي إزاي؟ شايف القرارات دي إن بدأت الاهتمام الدولة إن هي تطبق القوانين باستكمال نسبة 5% سواء في منشآت القطاع العام أو القطاع الخاص. نعم. على مستوى الدولة ده المهم اللي بتكون بها وزاره القوى العامله، ان هي دلوقتي بتستوفي النسبه ديت وبتشوف المنشات اللي هي يعني ما فيهاش النسبه دي كامله تبدا تطبق القانون فيها وتكمل النسبه دي عشان الفئه دي او احنا باذن الله يبقى ايه ناخد جزء من حقنا ويعني ونكمل مسيره الدعم دي. يعني انتوا في عهد السيد الرئيس هتاخدوا كل حقوقكم مش جزء من حقوقكم بس. يعني ان شاء الله باذن الله، يعني لان الفئه ديت يعني عانت كتير والحمد لله يعني بدا يبقى في بوادر اهتمام الدوله بالفئه دي ان شاء الله. اكيد استاذ احمد خلينا نقول ان تكريمك امبارح كان عن عمل انت بتقوم بيه، انا عايز اعرف انت اتكرمت ليه من قبل السيد رئيس الجمهوريه؟ والله التكريم ده يعني التكريم ده يرجع الاول والاخر لزملائي لان هم اللي ساعدوني ان انا بقى اوصل للترشيح ده وعلى راسهم سياده الوزير طبعا وزمايلي في الشغل مديري في الشغل رئيس الاداره المركزيه زمايلي كلهم في الشغل هم ساعدوني ان انا اوصل لده. انا مسؤول عن قسم الشط وده مساكن دفاتر والسجلات اعداد التقارير الماليه متابعه التقارير الرقابيه اللي بيجينا من الاجهزه الرقابيه سواء جهاز مركز المحاسبات او وزاره الماليه، المشاركه في اعداد الختاني اللي هو الختان السنوي لوزاره القوى العامله والعمل على تنفيذه كده. اكيد شايف ازاي الدعم اللي بتقدمه الدوله لذوي الهمم تحديدا ودمجهم في سوق العمل، ولو هنتكلم كمان على محورين رئيسيين بتعمل عليهم الدوله هو محور التدريب والتثقيف، شايف ده ازاي؟ هو شايف ان الدوله بدات تهتم تشوف كل فئه او كل اعاقه معينه لها ايه المناسب لها التدريب او شغل معين تبدا تعلمه ده وتبدا تاخده في قوه يعني تدخله العمل المناسب له كقوه او طاقه يمكن الاستفاده منها، وبالتالي احنا بنساعد كده في عجله الانتاج في تنميه عجله الانتاج ودعم الاقتصاد المصري الوطني، وفي نفس الوقت ده بيعود علينا ان احنا يبقى بنطلع الطاقات الايجابيه اللي جوانا حسب كل واحد وقدراته، لان احنا مجرد ما نتحط في مكان معين لا ممكن تكون شايفني بوضع معين لكن قدرتي في الشغل مختلفه تماما، فده بيديني اضافه طاقه افضل ووضع افضل، زائد ان اهتمام الدوله على راسهم فخامه الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي ده بيدينا دعم قوي ان احنا نكمل ونبقى في عجله الانتاج يعني جزء كبير من تنميه المجتمع وتطوير الانتاج في مصر ان شاء الله. صحيح، يعني ان شاء الله يتم تطوير الانتاج في مصر على ايديكم، وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي طول ما احنا ايد واحده وظهرنا في ظهر بعض عمرنا ما هنخاف من حاجه وعمرنا ما هنقع. بنشكر حضرتك الاستاذ احمد طلعت عبد الجواد محاسب بالاداره العامه للشؤون الماليه بوزاره القوى العامله، والف مبروك على التكريم. السيدات دايما ليهم متقدمات وفي الصداره ما نقدرش نتكلم ليهم مكان ومكان كبير، وزي ما احمد بيقول متقدمات وموجودين في الصداره، المراه المصريه دايما حاضره في مجالات العمل المختلفه وليها دور كبير في الانتاج وكمان في انها تبني الدوله، ده خلاها تكون موجوده امبارح في احتفاليه عيد العمال في الشرقيه وكمان تتكرم. معانا على التليفون شيماء عبد المنعم محمود امين صندوق اللجنه النقابيه بشركه اهل للاغذيه المحفوظه واحد المكرمات من الرئيس، اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي استاذه منى، صباح الخير. صباح الفل. صباح النور يا شيماء، والف مليون مبروك التكريم، ويعني زي ما بيتقال كده اختيار صادف اهله. عاوز اعرف يعني ازاي تم اختيارك؟ الله يبارك فيك يا استاذ احمد. ربنا يخليك يا رب. ازاي تم اختيارك وتكريمك من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتكريم ده كان ليكي بمثابه ايه؟ هو انا الاول اللي رشحني الموضوع دوت رئيس النقابه العامه استاذ خالد عيش، تصدية وقال لي ان انا برشحك للجائزه التكريميه اللي الرئيس هيكرمك بيها وسام العمل. طبعا انا كنت مبسوطه جدا جدا جدا، ويعني ده فخر ليا ان انا النقابه العامه تحفزني وترشحني ان انا اخد جائزه زي دي. ده فخر لينا احنا، بس عاوزين نعرف برضو وسام العمل تقديرا وتكليلا لجهودك اللي بتعمليها في العمل. بيتكلم قليل عشان كده شيماء يعني شايفه انها بتشتغل تعمل في صمت على طول بتعمل في صمت. قولي لنا يا استاذه شيماء يعني ايه اللي عملتيه؟ ما تبخليش علينا، قولي لنا مش هنحسدك ما تقلقيش. لا 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 لا، ازاي يا استاذ احمد؟ ازاي؟ اتفضلي. بص حضرتك، هي محصله جهد وعمل وتبني قضايا عماليه. اكيد.
انا تبنيت قضايا عماليه للعماله المؤقته، العماله الغير منتظمه، كنت بحاول دايما احل مشاكلهم، العماله الموسميه بجيب لهم مزايا عينيه، مزايا ماديه، بتبنى قضايا ليهم، ممكن قضايا بين افراد يعني يحصل مشاكل بين افراد احلها بسلاسه، ممكن مثلا اجزاءات احاول ان انا مثلا عامل يكون مظلوم شويه ارفع عنه الجزاء او وقف عن العمل او الكلام ده كله، كل دوت انا تبنيت قضايا عماليه كبيره. يعني في اوقات مثلا الكورونا العماله الغير منتظمه كنت بحاول ان انا اجيب لهم مزايا كتير. طيب العمل النقابي ده حاجة مهمة جدا ومش دايما بنلاقي السيدات مقبلة عليه، ولكن مؤخرا احنا شايفين ان كتير من السيدات برزوا في العمل النقابي، واحنا شايفين تكريمك على شغلك في العمل النقابي وكمان دعم العاملين في شركة أها اللي عادت بقوة بمنتجاتها. فاحنا هنا عندنا حاجتين، شركة او مصنع مصري بمنتجات محترمة رجع تاني للسوق، ومساعدتك في تطوير اداء العاملين اللي موجودين في الشركة. طبعا يعني انا كنت دايما بحاول ان انا اكون صاحبه رؤيه ليهم، ان انا احقق متطلباتهم، لانك لما بتحققي متطلبات العامل بيعود عليكي. يعني العامل لما تشجعيه وتديله كل حقوقه بيدور بعجله الانتاج اكتر. طبعا طبعا لما بيلاقي حد بيدافع عنه وبيدافع عن حقوقه ومتطلباته وواجباته وبيعرفوا واجباته برضو، يعني ما انا بدافع عنك. احنا هنا بنتكلم عن حقوق يا شيماء. ايه بقى واجبك؟ واجبك ان انت تحقق لي انتاج. صحيح. تدور بعجله الانتاج. صحيح. تنميه كده، يعني ما هو انت العامل دوت يعني ايه لازم تحفزه. فكره تهيئه مناخ العمل. تعرفه يعني. حقه وتعرفه واجباته. صحيح. طبعا. طيب انا بتكلم هنا عن الحقوق اللي بتتكلمي عليها، احنا بنتكلم عن حقوق ماديه بس ولا حقه في انه يتعلم، حقه في انه يتطور، حقه انه يبقى قادر يشتغل عشان يعرف يشتغل، مش يتوقف التدريب عنده ونقول له انت ما بقتش بتشتغل كويس. لا يا فندم، لا 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 لا، لازم يكون برضو في حقوق في التدريب، وان احنا ندربهم وان هم يطوروا من نفسهم. لان لو العامل طور من نفسه بالتالي هتلاقي في تطور في الانتاج رهيب. طبعا. طيب استاذه شيماء، يمكن يعني اثناء متابعتنا لقرارات الامس والحزم الحمائيه اللي اصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالا واحتفاء بيوم العمال، كان يعني دايما ما هنلاقي لو في قرارات بتتاخد ما هنلاقي ما بين السطور اسم المراه ان لم تكن متصدره وفي السطر الاول، وكان الرئيس حريص على المساواه ما بين الجنسين تحديدا ودعم وتمكين المراه. ولو هنتكلم على محور التدريب والتثقيف أيضا اللي كانت بتتكلم عليه زميلتي منا، الرئيس أيضا أشار إلى أن لابد أن يكون المؤسسات كلها مجتمعة وتعمل على يعني التنبؤ بفرص العمل المستقبلية والتدريب والتأهيل ليها. شايفة ده إزاي؟ أنا شايفة أن فخامة الرئيس المحور ده أنه هو اتكلم فيه، دي حاجة كبيرة جدا. لان انت لما هتدرب العامل وتثقفه هيبقى فيه دفعة كبيرة. يعني هو العامل دوت هو اللي ايه، هو اللي بيحقق كل حاجة. صحيح. كل حاجة، هو القوة الاساسية، هو قوتنا. يعني احنا لما نطوره وننميه دي حاجة كبيرة جدا. صحيح. طبعا الثروة الحقيقية لينا في الوطن. طبعا طبعا طبعا. واحنا حاجة من غير العمال يعني حضرتك هتنتج من غير عامل؟ ابدا. العامل ده هو القوة البشرية اللي عندنا، الثروة البشرية، يعني اقول ايه اكتر من كده؟ يعني وكل عماله فسيرى الله عملكم، يعني في اكتر من كده؟ لا طبعا. اكيد كل الشكر ليكي شيماء عبد المنعم محمود، امين صندوق اللجنة النقابية بشركة أها للأغذية المحفوظة. شكرا جزيلا ليكي ومبروك عليكي التكريم. يعني تكريمات عديدة يا منا وأسماء عديدة، وكلهم ليهم دور رائد في مجال العمل. يمكن كانت أستاذة شيماء بتتكلم على تبني قضايا العمال والعمالة الموسمية، فكرة تهيئة المناخ للعامل وتدليل كل العقبات اللي موجودة أمامه علشان يشتغل ويعمل. واللي متابع يعني التاريخ المصري ومتصفح للتاريخ المصري هيشوف أن المصريين قدروا اللي هم فعلا يشيدوا حضارة عظيمة بالعمل والإنتاج، ويمكن ده كان بادئ من السد العالي وقلعة المحلة الكبرى للصناعة وفي الجمهورية الجديدة، حفر قناة السويس الجديدة،
عماله كتيره قوي وحدث ولا حرج، والحمد لله دايما العمال بيثبتوا اللي هم على قد المسؤوليه الملقاه على عاتقهم. معانا ايضا من بين المكرمين الاستاذ يوسف السيد ابراهيم منصور، ده يعني احد المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفاليه عيد العمال. صباح الخير يا استاذ يوسف. صباح الخير يا فندم، كل عام طيبين ومصر بخير، وصباح الخير يا معالي الرئيس، دمت فخرا لنا وللبلد كلها، داعم لكل العاملين. تشريفك لينا امبارح ده كان حاجه عظيمه جدا، تدعم دايما اولادك. اهلا بيك يا استاذ يوسف. استاذ يوسف خليني اعرف بقى، انت اتكرمت ليه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ايه اللي انت قدمته او عملته علشان يستوجب تكريمك من سياده الرئيس؟ والله انا بحب اقدم الشكر الاول لسياده الرئيس، وده حاجه فريده من نوعها ان معالي الرئيس يكرم حد من مصانع السكر، ودي لاول مره في تاريخها تحصل. وطبعا ده انا بعتبره وسام على صدري تكريمي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده انا بعتبره شهاده ميلاد جديده ليا يكتب بسطور من ذهب على يد القائد والاب السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. طبعا توفيق من ربنا، ان ربنا يعني خلى تعب سنين ومجهود كتير وشركات كتير تحولنا فيها ورحنا فيها، كنا دايما سعيين ان الواحد يكون دايما في احدث الشركات. نعم. في احدث التكنولوجيا. يعني استاذ يوسف لو الصوره نفسها مش موجوده حاليا، صوره حضرتك، لكن صوتك بيدل على الشقه والعمل، زي ما قلت سنين كتير وعمل كتير، وباين قوي من طريقه كلامك ان حضرتك شخص عملي ما بتضيعش وقت، انت بتدخل في الموضوع على طول. يمكن احنا شايفين دلوقتي تكريم السيد الرئيس ليك، شايف ازاي التكريم ده واهتمام الرئيس بالعمال وحرصه الدائم والمستمر على تقديم الدعم للعمال تحديدا؟ ويمكن الرئيس اصدر نسخه جديده كمان لشهادات امان اللي تم اصدارها في 2017 عشان حمايه العماله غير المنتظمه. احنا بنحب نقول له شكرا يا ريس على كل المجهودات اللي بتعملها. نعم. انت امبارح اصدرت قرارات هتغير حياه العامل، هتامنه. هنقول له انت دلوقتي يا ريس بدات تقول للعامل اتكلم واطلع وانتج، وما تقفش على شهادتك وتقول ان انا كده بس ده شهادتي فانا اخر هنا. صحيح. لكل مجتهد نصيب. انا بفضل ربنا واشكر ربنا طبعا على التكريم العظيم اللي كنت فيه امبارح في وسط يعني. انا عاجبني قوي يا يوسف اللي انت يعني اشرت لفكره ما توقفش عند شهادتك وتقول دي نهايه المطاف، لان في بدايه كلمه الرئيس اتكلم على فكره العلم والتسلح بالعلم والمعرفه والقيم اللي كان بيتسلح بيها العامل قديما، وعلشان كده قدر هو يقدم حضاره عظيمه. ولابد يعني ان الكل يتعلم كل ما هو جديد، تحديدا في ظل وجود التكنولوجيا والتطبيقات التكنولوجيه المتقدمه اللي لابد من التسلح بيه سلاح العلم والمعرفه عشان تقدر تواكب سوق العمل. بنشكرك أحمد استاذ يوسف. كمان يعني سياده الرئيس بيتكلم عن اللي حصل قبل كده، احنا عارفين ان احنا بالفعل الدوله المصريه في الفتره الاخيره قامت بوجود جامعات جديده لها علاقه بالتعليم الفني والتعليم الصناعي. الجامعات التكنولوجيه بتحاول انها تعمل طفره جديده. صحيح. في مستوى العماله في مصر، وبتحاول انها تدي الشكل المؤسسي لشغل العاملين بحيث انهم كمان يبقوا عندهم القدره على مواكبه اللي موجود في السوق، وعشان ما يبقاش في اي نوع من انواع البطاله. يعني الدوله ماشيه في مختلف المحاور على شكل متوازي، وده هو اللي بنحاول نعمله في الفتره الاخيره. كل صحيح. الشكر ليوسف السيد ابراهيم منصور احد المكرمين في احتفاليه عيد العمال. الارقام دايما يا منى ما بتقول احنا كنا فين ورايحين لفين. هنلاقي شهادات البنك الدولي بتقول ان مصر قللت نسبة البطالة بسبب المشروعات القومية الكبرى اللي خدتها رغم الظروف الاقتصادية طبعًا. اللي موجودة العالمية طبعًا. من جائحة طبعًا. كورونا وتبعاتها، وهتوصل بمؤشرات البطالة ل 7% في العام 23-24. فدي نسبة منخفضة مقارنة بدول العالم اللي بتعصف الظروف بها بالفرص الموجودة من العمل تحديدا يعني. أكيد. مشاهدينا احنا لسه موجودين ومكملين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقات. محدش
حدش يقدر ينكر ان واحد من اهم انجازات الدولة المصرية خلال السنين الاخيرة كان انهاء مشكلة العشوائيات وانشاء مدن واحياء على ارقى مستوى، وكمان المدن دي تتجهز، يعني نقدر نقول ان في انجاز كبير جدا. الانجاز ده بقى ما كانش بيقتصر على الانشاءات بس، لكن الانجاز ده تخطى المرحلة دي، وبدل ما بس اكتفى ببناء العمارات لأ ابتدى يبني البشر كمان. ده حصل من خلال برنامج ثقافي وفني وكمان تعليمي في الأحياء بديلة للعشوائيات. يعني بناء الحجر والبشر الاثنين كان مع بعض، ويمكن دايما الخيارات اللي بتختارها الدولة المصرية ده شعر، ده بناء الحجر والبشر، والله حاجة خطيرة. فكرة دايما منا فعلا الخيارات اللي بتختارها الدولة أو بتسلكها الدولة المصرية بيكون فيها نوع من أنواع الصعوبة. ما عندناش رفاهية لتضييع الوقت، لازم نخطو في كل المجالات ونخطو في كل يعني البرامج بالتوازي مع بعض. ويمكن البرنامج ده تحديدا كان ليه فعاليات مهمة خلال يعني العيد، هتكلمنا عنها دكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمنسق العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، اهلا بحضرتك دكتورة جيهان، منورانا، اهلا وسهلا بك. فكرة وجود مشروع ثقافي للمناطق بديلة للعشوائيات، امتى الفكرة ظهرت؟ امتى ابتديتوا تنفذوا؟ امتى ابتديتوا تحسوا ان الموضوع ابتدى يحصل نتيجة فعلا بجد على الأرض؟ هو المشروع بدأ من حوالي 4 سنين. بدأنا فعلا ببناء البشر وخصوصا الطفل، لأن مشروع الطفل هو مهم جدا، لأن تكوين شخصية الطفل وبناء شخصية مهمة جدا في أبناء الجمهورية الجديدة. بدأنا بورش طبعا ومحاضرات وندوات وفعاليات ثقافية في مناطق بديل العشوائيات، وهم 9 مناطق، وبعدين على مستوى كمان الجمهورية في بشاير الخير وفي القابوطي في بورسعيد. يمكن كان البداية خالص كانت محافظة القاهرة طبعا معانا داعم لينا جدا، توجيهات معالي الوزيرة بأن احنا نكون موجودين في فعالياتنا الثقافية، خطة وزارة الثقافة موجودة معانا في ضمن فعاليات الخطة ان احنا ننزل مناطق بديل العشوائيات. جميع الفعاليات يعني بدايتها من 4 سنوات، ولكن الجزء الأخير اللي كان معرض الكتاب طبعا، وكان لأول مرة مناطق بديل العشوائيات بتشارك معاهم في معرض الكتاب وضمن الفعاليات، وكانت بصراحة فعاليات واضحة جدا وطموحة وأثرت في نفسية الأطفال والأهالي هناك. يعني لأول مرة كانوا بيزوروا معرض الكتاب، لأول مرة كانوا بيشاركوا الفعاليات، كل الفعاليات بداية المعرض لحد آخر المعرض كانوا معانا أهالينا، المحروسة، روضة السيدة طبعا، حتى مدينة معن طبعا. الأثمرات لها الدور الكبير، لأن هي أولى المناطق اللي احنا اهتمينا بيها، وهي النموذج بصراحة الأمثل لأن احنا عايزين نقول كل مناطق بديلة عشوائية تبقى نفس النموذج ده أسوة بيها. من الفعاليات بتاعتنا، من خلال الورش الفنية، من خلال الفرق الفنية اللي طلعت من الأثمرات، عاملين فرق فنون شعبية وشاركت لأول مرة على الطبيعة، بتطلع على المسرح، كورال الأطفال بيغني الأغاني الوطنية، قد كده في انتماء وولاء، قد كده ان هم حاسين ان الدولة بتشاركهم وان هم جزء دمج كبير معانا في فعالياتنا الثقافية. فرحة الأهالي نفسهم بأولادهم، فرحة الأبناء بقى نفسهم ان هم بيشاركوا فعلا. عايز اقول لحضرتك المترددين على المعرض كانوا موجودين بنسب كبيرة جدا، وكانوا بيقولوا هم دول أبناء الأثمرات، فكانوش متخيلين قد كده طلع منهم فن، ثقافة، فرقة فنون شعبية، فرقة موسيقى عربية للكبار. كان نقلة نوعية، يعني أنا بقول يمكن هو فعلا أيدي وزارة الثقافة، قيادات وزارة الثقافة، قطاعات وزارة الثقافة، كلنا في منظومة سيمفونية واحدة. يعني حتى في نص العام كان قطاعات وزارة الثقافة بنشتغل كلنا مع بعضينا، تشبيك القطاعات ما بيننا وبين بعض. الزيارات الميدانية اللي احنا رحناهم كان يعني كانوا بيشوفوا. عجبني قوي تعبير حضرتك كلنا في منظومة سيمفونية واحدة، ده بيدل على يعني الكلمة نفسها ليها دلالة ان في ايقاع في العمل،
لو وقع اصبح ان في نشاز هنشوفه او في يعني حاجه هتحصل مش مظبوطه. ودايما الفن والثقافه بيكون ليها دور مهم جدا في تشكيل الوجدان. ازاي قدرتوا بالفن والثقافه اللي انتوا تعملوا موديل او تعملوا نموذج يحتذى بيه زي ما حضرتك قلتي الاسمرات في باقي المناطق الاخرى؟ وايه هي المناطق الاخرى التسعه اللي حضرتك اتكلمتي عنها؟ بصراحه توجيهات الفنان هشام عطوه رئيس الهيئه العامه لاصول الثقافه كان دايما داعم لينا، موفر لينا كل سبل الاتاحه والاليات اللي احنا هنشتغل بيها. يعني كانت ما فيش معوقات انا بقول الا بسيطه جدا، ولكن كلها عشان كده تم تنفيذ الخطه. يعني احنا بنشتغل بخطه ربع سنويه وبنشتغل على مدى زمني. يمكن انا بقول انه التاثير والمؤشرات الكميه كويسه جدا، ولكن الكيفيه كانت اكتر. الكيفيه احنا شفنا تغيير حقيقي في سلوكيات الأطفال في الأسمرات، وده اللي احنا بننتهجه في المناطق الأخرى. بالفن والثقافة قدرنا نحسن جودة حياة أهالي الأسمرات، وبالتالي الأهالي اللي موجودين في المناطق الأخرى. يمكن أهم مؤشر في مؤشرات التنمية المستدامة هو أن أنا أحسن جودة أهالي الناس دول. فهم كانوش متخيلين، أو يمكن التخطيط الثقافي، أن أنا بقول أن التنمية الثقافية مهمة جدا، أن هتؤتي ثمارها مع التنمية الاقتصادية، مع تنمية مع البنية الأساسية. فلما أقول أنه فعلا في تخطيط ثقافي جيد، هو ده اللي احنا بنقول عليه فعلا تخطيط ثقافي. التخطيط الثقافي مش بس فني، ولكن ثقافي وجزء منظومة كبيرة من القيم والآليات. وخطة وزارة الثقافة في برنامج العمل الحكومي ان انا بدي منظومة قيم سلوكيات. بنكلم مين؟ يعني حضرتك بتقولي احنا اشتغلنا مع الطفل، الطفل ده بيبتدي من عمر كام لغاية عمر كام؟ البرامج متقسمة حسب الفئة العمرية حقيقي، ولا متقسمة حسب الموقع الجغرافي، ولا متقسمة حسب تفضيلات الولاد؟ يعني إزاي بقى؟ هو كانت دراستنا للخصائص السكانية اللي موجودة في كل منطقة. يعني كل منطقة هم جايين منين؟ يعني الأسمرات هم جايين منين؟ الخيالة جايين مثلا من منطقة السكر والليمون ومنطقة الجيارة. فكل ده منظومة متكاملة احنا بندرس، وبعدين بنبدأ نخطط التخطيط الثقافي، نبدأ ننفذ بقى البرامج اللي احنا بنحطها. لو كلميه بنفس لغته وبنفس ثقافته بنفس، لكن نرتقي بها، نرتقي من خلال تعديل السلوك. يعني بتبتدي مع الصغيرين قوي في الأول علشان أسهل في التعديل؟ لا احنا واخدين كل ولا الأسهل كان الكبار لأنهم عندهم القدرة الاستيعابية؟ لا طبعا، الطفل كان مهم جدا ان احنا نكلمه بالطريقة المبسطة بتاعته من خلال البرامج اللي احنا بنبسط بيها شغلنا. يعني في برامج بتم تبسيطها فعلا للأطفال بدأوا يستجيبوا ليها لأن الطريقة مبسطة. انا وصلنا لدرجة ان احنا قلنا للأطفال بطريقة مبسطة ايه هي التنمية المستدامة، ايه هي مفاهيم التنمية المستدامة، ايه هي المشروعات القومية اللي احنا رايحين فيها والدولة رايحة فين من خلال التبسيط. ده كان سهل استيعابه لان هم عايشين في المشروعات القومية، وهم شايفين النقلة اللي حصلت من المنطقة العشوائية للمنطقة البديلة العشوائية، فهم لامسين جودة الحياة اللي بنتكلم عليها، وحاسين بيها، وحاسين ان هم قدروا ان هم يتغيروا. يعني لما حضرتك تشوفي بعض التغيرات البسيطة اللي احنا بنشوفها، احنا كمخططين بنقول ان النتيجة هتوصل للتخطيط الثقافي بعد 4 سنين و5 سنين. احنا فعلا بنلاقي نتاج مثمر بعد 2 و3 سنين ما شاء الله. فده نتيجة ان هم عندهم استيعاب كبير جدا، متقبلين البرامج بتاعتنا. احنا بندخل البرامج بتاعتنا بصورة جميلة او بصبغة ثقافية، زي مثلا ورش الحكي، زي مثلا الأراجوز، دمية الأراجوز ممكن تقول كل حاجة. يعني صحيح، كان بالنسبة لنا في العيد احنا حبينا ان احنا كل حاجة وبشكل مهضوم كمان للمتلقي. بالضبط، يعني كان طبعا توجيهات معالي الوزيرة واستاذ هشام عطوة ان احنا في العيد ننزل مع الأطفال. فاحنا احنا صلينا العيد وبدأنا. يعني انتوا ما احتفلتوش بالعيد؟ لا احتفالكم بالعيد كان وسط الاهالي مش اجازة. انا عايزة اقول لحضرتك اجمل احتفال بالعيد في فرحة الاطفال. بس لحظة، عشان منا بتقول ما اخدوش اجازة زينا. لا انا كنت موجود، انا كنت بشتغل، هي خدت اجازة حاجة تانية بقى. ده انا اشتغلت العيد كله. انت كنت هو بصراحة لو نعتبرها شغل، انا مش حاسة ان هو ان انا مجبرة على كده، لا هي رسالة حب.
مع ده مفيش فنان بيبقى مجبر على الفن اللي بيعمله او الرساله اللي بيقدمها، واعتقد انتوا دوركم في الوزاره كلنا بتقدموا فعلا رسالة. كلنا يمكن وزاره الثقافه بتشتغل في حتى الاجازات، يعني احنا كنا في قصر الاثمرات بنشتغل خميس وجمعه وسبت ومفيش اجازات يعني لحد بالليل يعني كان الله في كتير الأول. كان وفود بتجيلنا لانه فعلا بنقول ان تجربه مناطق بديله عشوائيه هي تجربه رائده تجربه اثمرت جزء كبير جدا من المهام اللي احنا بنقول عليها ان هي النهارده وبكره استكمالا للاستدامه هنكمل طب. لكن هي جزء مهم جدا. نعم دكتور، يعني بما ان حضرتك تحدثت عن الاستدامه هل دوركم هو فكره ارسال ثقافه معينه وتغيير نمط ثقافه كان سائد بشكل سلبي نحوله لشكل ايجابي من خلال الفن والثقافه والمعرفه، ولا كمان توسع الامر لاكتشاف المواهب باعتباره اختصاص اصيل من اختصاصات وزاره الثقافه؟ طبعا خطه وزاره الثقافه ومعالي الوزيره مهتميه جدا باكتشاف المواهب، وده اللي موجود فعلا على ارض الواقع. يعني لما نقول كل منطقه فيها فعلا موهوبين، كنز من المواهب موجود في الأثمرات طبعا. صحيح. لأنه حضرتك شفت طبعا أثناء إفطار فخامة الرئيس المواهب دي لما نزل برنامج كابيتانو وطلع مواهب والدوم وغيرها من بالزبط. المحافظات ونزلنا في يعني الحارات والأزقة والأماكن الشعبية البسيطة شفنا مواهب كتيرة موجودة كانت مدفونة. وأثناء الإفطار فخامة الرئيس كان في روان دي بنوتة إحنا اكتشفناها من فترة من حوالي 4 سنين، فحضرتك شايف أنه في تغيير في اكتشاف الموهبة وتنمية يعني تم فعلا تدريبها الدكتور احمد خليفه مدربها على ازاي تقول الشعر، فكانت وهي في الالقاء مع فخامه الرئيس كانت بتتحرك بكل الباد لانجوج اللي هو لغه الجسد بتقول وبتحس بالشعر. انا اخترت لها القصيده ديت فكانت جميله جدا. في نفس الوقت هي قالت ده في برضه في معرض الكتاب، فكان الناس مبهورين ان بنوته صغيره بتقدر تقول الشعر ده. ده غير انه فعلا احنا شاركوا هم في فرق مسرحيه واداء مسرحي مرتبطه من منظومه القيم. طيب كمان انت نقدر نوصل لمرحله ان الولاد يبقوا هم اللي كاتبين المسرحيه اللي بيمثلوا فيها وهم نفسهم هم اللي بيخرجوها عشان نوصل لشكل متكامل من العمل الفني وشكل متكامل كمان في اكتشاف المواهب عشان نبقى وجهناهم في كل الاماكن وسايبينهم بقى يعملوا اللي هم بيحبوا. حصل فعلا لان هم فعلا بيكتبوا، احنا بنحاول نديهم برامج لتنميه المواهب، الكتابه ازاي الكتابه الادبيه وازاي ان هم يعملوا كتابه مسرحيه. فعلا هم ساهموا في بعض الكتابات الفنيه اللي بدات انها تتحول لمسرحيه او سكتشات مسرحيه زي ترشيد المياه ولتعديل السلوك كل المشكلات. انا يمكن بنشتغل من خلال ان احنا بنقول بنرصد المشكلات المجتمعيه في كل منطقه يعني كل منطقه ليها مشكلات مجتمعيه وخصائص معينه كمان طبعا وحتى يعني مشكلات حتى للطفل ومشكلات للام، فنبدا نوجه البرامج. الام كأم للطفل ده احنا بنديها التربيه الايجابيه وازاي انها تربي كأم للاسره كلها كمان بالزبط. مش طفل بس، ده انت لو وصلتي للام يا دكتور نفسها انت قدرتي ان انت تغيري سلوك اسره كامله مش حقيقي. بس طفل يعني. عايزه اقول لحضرتك هو الطفل اللي بيجيب كمان مامته، يعني هو اللي بيقولها تعالي احنا في قصر الثقافه النهارده اخذنا ايه سلوكياتنا ايه غسيل الاسنان ان ازاي يتعامل حتى مع صاحبه ازاي يتعامل مع اخوه في البيت، كل ده احنا بنحاول نديه في برامج. وفي نفس الوقت اهم حاجه كان فخامه الرئيس دايما بيوجه لنا ان احنا نهتم بيها التعليم والتعلم. الفكره هنا ان احنا بدانا اول حاجه في التنميه الثقافيه هو ان انا اتعلم. محو الاميه كان بدايتها في قصر ثقافه الاثمرات من 4 سنين، احنا دلوقتي خرجنا الدفعه الثامنه ما شاء الله. يعني من خلال الدفعات وكنا احنا بنقول ان دي بتبقى دفعات وبتبسطوا جدا ان هو ان السيدات وحتى الشباب اتخرجوا من المحو الاميه وتعليم الكبار واللي بيدرس لهم حد منهم. يعني انا تم اختيارنا ان حد منهم دور المجتمع يبقى فيبقى حاسس بيهم المواعيد بتاعتهم ايه حسب السيكولوجيه الانسان عارف يوصل له ازاي بالظبط كده يعني والاهداف بتاعته احنا هنوصل يعني بنتكلم على 8 دورات
تدريبيه لمحو الاميه، قدرتوا ان انتم تخرجوا منها جيل كبير، وقدرتوا ان انتم تغيروا شكل ونمط ثقافه كان سائد لدى فئات بعينها في يعني بديل العشوائيات والاماكن الاكثر امانا اللي يمكن خطط الدوله فيها بخطوات متسارعه جدا لتغيير والارتقاء بجوده وحياه المواطن المصري. بنشكر حضرتك الدكتوره جيهان حسن، مدير عام ثقافه الطفل والمنسق العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات. شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وكل التوفيق لحضرتك فيما تقومون به. ميرسي، نورتي. اشكرك. مشاهدينا دلوقتي خلينا نسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك. من 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة. وخلال احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بالصلحية الجديدة، وجه الرئيس السيسي أيضا بالبدء في صرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه. وشدد الرئيس السيسي على أنه مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو في العالم، لا أحد يستطيع المساس بنا طالما نحن على قلب رجل واحد. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن كافة الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وفي ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشر. كما وجه مدبولي باستمرار انعقاد مجموعة الأزمة لمتابعة المستجدات أولا بأول، مؤكدا ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالسودان، وأن مصر تقف بجانبها أو بجانب السودان وشعبه الشقيق في أزمته الراهنة. تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا سياسيا اليوم بعنوان التنسيقية والحوار الوطني. يناقش الصالون مقترحات أعضاء التنسيقية في المحورين الاقتصادي والمجتمعي، وذلك خلال جلستين، الأولى تتناول عجز الموازنة وريادة الأعمال ومعوقات الاستثمار، فضلا عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما الجلسة الثانية فتتناول المحور المجتمعي وتناقش ملفات تجديد الفكر الديني والاهتمام بقصور الثقافة والحفاظ على الهوية والصحة النفسية بالإضافة إلى التعليم. أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات إسرائيلية في محيط مدينة حلب شمال سوريا. وأوضحت سانا أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ، مشيرة إلى أنها تجري عملية تقييم الأضرار الناتجة عن هذه الغارات. وأضافت سانا نقلا عن مصدر عسكري أن القصف أدى إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص. أعلنت الولايات المتحدة أنها سلمت ما يقرب من 100% من المساعدات العسكرية التي طلبتها كييف لشن هجومها المضاد. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الإدارة الأمريكية تتوقع استمرار تلقي الدعم من مجلس الشيوخ فيما يتعلق بتخصيص حزم مساعدات دفاعية جديدة في الأيام والأسابيع المقبلة. كما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده لن تتخذ خطوات أحادية الجانب بشأن مسألة إمدادات السلاح لأوكرانيا. وقال شولتز إن ألمانيا تبذل قصارى جهدها لضمان عدم حدوث تصعيد في اتجاه الحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلنطي الناتو. حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل،
ووسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض. وأكدت يلن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي ضرورة أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يسمح للحكومة بمواصلة سداد مدفوعاتها. وفي الأسبوع الماضي صوت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. أجمل بداية وأجمل حكاية بمشيئة الرحمن. أنت أطلع من رمسيس، أنت أكبر من ليفربول. أخيرا ابتسم لك الحظ يا ميسي. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. الدربي يبدأ مبكرا. نبدا معاكم جولتنا الرياضيه من الاتحاد المصري لكره القدم والاخطر الانديه بمواعيد مباريات دور ال 32 بكاس مصر وعدم حضور الجمهور ووفقا للائحه الخاصه بالبطوله. وبيواجه الزمالك نظيره بروكسي الثلاثاء 9 مايو باستاد القاهره الدولي الساعه 6 مساء. وتم تاجيل مباراه الاهلي مع منتخب السويس بسبب ارتباطات الفريق لافريقيا. تواجد محمد هاني وحمدي فتحي لاعبي النادي الاهلي في التشكيل المثالي لمواجهه اياب ربع نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا لكره القدم بعد تالقهم في المباراه الاخيره واللي نتج عنه تاهل الاهلي لنصف نهائي دوري الابطال، وده وفقا للحساب الرسمي لدوري ابطال افريقيا عبر موقع تويتر. بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني النادي الأهلي تصحيح أخطاء اللعيبة اللي ظهرت في مباراة الرجاء المغربي الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا واللي انتهت بالتعادل السلبي، وده لعدم تكرارها في مباراة الزمالك في السوبر المحلي. وطالب كولر لعيبة بطي صفحة دوري أبطال إفريقيا والتفكير في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك. ميار شريف بتواصل التألق وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة، وفازت المصرية ميار شريف على البلجيكية إيريس ميرتنز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في مباراة استمرت ما يقارب 3 ساعات. الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء الترجي والصفاقسي في قمة الدوري التونسي، ويعاون أمير عمر كل من سمير جمال مساعد أول وشريف عبد الله مساعد ثاني ونادر قمر الأمر دولة حكم رابع. فريق السيدات بنادي الزمالك للكرة الطائرة فاز على نظيره فريق السيدات بالنادي الأهلي في أولى مواجهات البلاي أوف بنهائي كأس مصر، وبيمنح نظام البلاي أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب في حال التعادل. بيتم اللجوء لمباراة فاصلة ومن المنتظر لعب المباراة الثانية النهاردة بالليل. وفي الدوري الإنجليزي حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة المباراة اللي جمعت فريق ليستر سيتي مع إيفرتون امبارح ضمن الجولة الـ 34 من منافسات الدوري الإنجليزي. وبالنتيجة دي إيفرتون في المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 29 نقطة، وليستر سيتي في المركز الـ 16 برصيد 30 نقطة. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمنة وأحمد علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. في مجموعة من القرارات المهمة أصدرها المجلس الأعلى للجامعات، منها اللي بيخص نظام الدراسة في كليات الطب وكمان سنة الامتياز في الصيدلة وإزاي بيتم إعداد المعلمين خريجي كلية التربية. يمكن كمان من ضمن القرارات اللي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات الإعلان عن خطط المسؤولية المجتمعية للجامعات ومقترح بتطبيق نظام سنة تأسيسية لتأهيل الطلاب. خلونا نعرف أكتر عن هذه القرارات
القرارات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات من الصحفي المتخصص في ملف التعليم عبد الرحمن عبادي. صباح الخير يا استاذ عبد الرحمن. صباح النور يا حضرتك وحسنا مشاهدينا. اهلا وسهلا بحضرتك. بداية قبل ما نبتدي نتكلم في القرارات خلينا نستعرض كده مع بعض سريعا مع حضرتك لينا وللسادة المشاهدين أبرز القرارات اللي تم اتخاذها في اجتماع امبارح. طيب هو من أبرز القرارات من وجهة نظري هي مشروع السنة التأسيسية اللي تقريبا هتغير وجه القبول أو هي خطوة أولى نحو تغيير وجه أو منظومة القبول في التعليم العالي لتواكب المنظومات العالمية المختلفة. يعني احنا كانت عندنا مشكلة احنا دايما من 64 بنتكلم سي او للقبول هو نظام المجموع الثانوية العامة وده هو نظام عادل في قبول الطلاب، ولكن احنا بقى عندنا في مصر منظومات تعليمية متنوعة كتيرة. يعني في الاول كنا بنتكلم جامعات حكومية، دلوقتي عندنا 9 منظومات تعليم عالي. صحيح. فاصبح لازم يتم تطوير نظام القبول لتواكب هذه التغيرات. نظام السنة التأسيسية ايضا هناك نظام قبول الطلاب الراسبين مستنفذي سنوات الرسوب، دول كانوا بيواجهوا مشكله. الطالب اللي بيدخل بعد سنه اولى او ثانيه او ثالثه ويسقط سنتين غالبا ما كانش بيبقى قدامه فرصه ثانيه يكمل تعليمه، لا بقى في مسار انه يكمل تعليمه في الجامعات التكنولوجيه. انا مش هقاطع حضرتك بس حضرتك هتشرح لنا كل واحده من النقاط دي عشان انا مش عارفه التفاصيل بتاعه السنه التاسيسيه. اتفضل. ايضا اللي هو كان المجلس احيط بقرار رئيس الوزراء بتعديل لائحه قانون تنظيم الجامعات فيما يخص سنه التدريب، اضافه سنه تدريب لطلاب الصيدله، وده كانت حاجه مهمه جدا لتطوير منظومه التعليم الصيدلي في مصر. وايضا تطوير او تعديل النظام الخاص بكليات الطب. تعديل النظام الخاص بكليات الطب هو طبعا احنا عندنا المنظومه بدات اصلا بتشتغل من اكتر من سنه، ان احنا بقى عندنا في الاول كنا 6 سنوات زائد سنه تدريبيه، بقى عندنا 2 سنين تدريبيه، وده يواكب النظم العالميه في التعليم الطبي. يعني احنا دلوقتي بقت شهادات التعليم الطبي معادله مع الشهادات الصادرة من الجامعات الأمريكية، الصادرة من الجامعات الأوروبية، فدي هتسهل كتير جدا على طلاب أو خريج كليات الطب اللي بيكملوا دراساتهم برا مصر. صحيح. عندنا أيضا من الموضوعات المهمة اللي ناقشها المجلس الأعلى للجامعات ما يخص الطلاب أو آليات أو توصيات استيعاب الطلاب العائدين من الجامعات السودانية وقبول الطلاب المصريين في الجامعات السودانيه في الفتره اللي جايه، وده هيتخذ بيها قرارات خلال الساعات المقبله، هتكون حاجه مهمه استكمالا لدور مصر المهم في ان هي بتستوعب جميع ابنائها. صحيح. المجلس ده كان يعتبر من اهم المجالس، يكفي مكان انعقاده، على فكره المجلس لم يكن لوحده بس هو المهم في الموضوع، ولكن واكبته حاجات كتيره جدا لانه انعقد في جامعه اسيوط يعني في وسط الصعيد. تبعته ورشات عمل، يعني كان في ورشة عمل في افتتاحات كتيرة لمنظومات في جامعات الصعيد خلال ال 48 ساعة. ده تبعه تحالفات جامعات الصعيد اللي حصلت؟ بالظبط. فده كان تأكيد يعني. طيب. كان من أستاذ عبد الرحمن، احنا أمام عدد من القرارات، القرارات دي وإن كانت تنم فهي بتنم عن شيء واحد وهو سرعة المرونة لاستيعاب التحديات اللي موجودة تحديدا في الوقت الراهن، كل وقت حسب طبيعته. لو على سبيل المثال حضرتك بتتكلم على المصريين العائدين من السودان، فده بيقول ازاي ان كل مؤسسات الدولة بتعمل في إطار واحد. لكن خلينا نفند القرارات دي واحد او يعني قرار حتى يعلم المشاهد يعني عن ماذا نتحدث تحديدا. فلو هنتكلم على السنة التأسيسية، يعني ايه سنه تاسيسيه لتاهيل الطلاب؟ السنه التاسيسيه او البرامج التاسيسيه ده نظام معمول به في جانب كبير من جامعات العالم، هو نظام بيضمن للطالب ان احنا بنحط معيارين مش معيار واحد لقبول الطلاب في الجامعات. اول حاجه بنحدد مثلا حد ادنى للقبول بكليات القطاع الطبي 70% وليكن مثلا 75 80 حسب ما هيعلن في التوصيات حسب التنسيق حسب ما سيعلن، ويكون قدام الطالب فرصة ان جاي بهذا المجموع يتقدم يقول انا عايز التحق بكليات الطب مثلا او بكليات الهندسة مثلا او ببرامج اللي هي البينية الجديدة. سنة هياخد فيها علوم تطبيقية او علوم بتخص الكلية اللي هو علوم تمهيدية
علوم تمهيديه بتؤهل الطالب. ليه؟ احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا، كان عندنا مشكله ان طلاب مثلا المجموع لوحده كان طلاب يبقى جايب ال 99% ويدخل كليه الطب في سنه اولى او كليه التجاره لغات ويتعرض للرسوب لانه لم يكن مؤهل او لم يكن وشفنا ده كتير قوي. يمكن انا شخصيا في اسرتي شفت ده مثلا في كليه هندسه، نسب الرسوب كانت عاليه جدا. بالظبط. خلينا نتكلم بقى، لو السنه التاسيسيه دي هي بتضاف للخمس سنوات، لو هنتكلم على كليه طب مثلا او كليه صيدله او هندسه، هي فيبقى هي ست سنين ولا هتبقى سنه تمهيديه اشبه بالسنه ثم الاربع سنوات؟ احنا عدلنا اصلا منظومه، احنا دلوقتي بنعدل لوائحنا التعليميه في الجامعات للانتقال لما يسمى بنظام الساعات المعتمده، يعني الفصول الكريدت. فما بقيناش محتاجين فكره زمان الفصل الدراسي والسنه الدراسيه دي، مع تغيير اللوائح هتنتهي، فهيصبح عندنا السنه الدراسيه فيها فصل اول فيها فصل ثاني فيها سمر كورس، يعني في فصل الصيفي. فهي كل شخص وبحسب قدر استيعابه. بالظبط. هتتقسم او البرامج التاسيسيه دي هتقسم، او المقترح المطروح دلوقتي انها تقسم اربع منظومات: علوم الحياه، العلوم الطبيه، العلوم الهندسيه، تمام، العلوم الانسانيه. الطالب اللي عايز يدخل الكليات الطبيه هيدخل ياخد فصل دراسي او يجتاز عدد المقررات دي، سواء في فصل دراسي او على حسب المده اللي هيحددوها. تمام. وبناء عليه نجح فيها او اثبت جداره فيها ينتقل مباشره الى دراسه هذا التخصص اللي هو عايزه. ودي هتتيح فكره، هتسهل فكره. كان احنا كان عندنا مشكله كبيره قوي ان جزء كبير من العظيمه فكره ان انت بتبعد عن فكره التعليم بالتلقين. احنا لو لاحظت الازمات اللي حصلت في اوكرانيا والسودان كشفت لنا قد ايه ان في طلاب كتير كانوا بيسافروا بره مصر لمجرد ان هو عايز يلتحق بكليات مثلا القطاع الطبي او الهندسي، فمش عارف المجموع لم يكن يحقق، كانش بيوفر ليه الفرصه دي. فاحنا عندنا دلوقتي منظومه تعليم كتير، عندنا 92 جامعه المنظومة دي الثانوية العامة. معلش لحظة واحدة، يعني عامل المجموع هيفضل موجود ولا مش هيفضل؟ هيفضل مجموع، هيفضل موجود. هنعدي حد أدنى أول مرحلة اللي هي المجموع، يليها المرحلة التمهيدية. هي المرحلة الأولى. بعد المرحلة التمهيدية المرحلة يقدر يدرس حاجتين تمهيدية في نفس الوقت ولا بيتنقل منهم إزاي؟ يعني لو لم يوفق في دراسة الجزء العلوم التطبيقية هو لا، يقدر ياخد حاجة تانية؟ هيبقى إيه اللي هيدخله هذه المرحلة؟ الفئة الأعلى مثلا اللي هتوفق في كليه في القطاع فيما يخص البرامج او المقررات الخاصة بالمحاضرات الطب هيدخل طب. اللي مش هيوفق هيبقى قدامه هيدرس بقى تاني كليات القطاع. لا، ما احنا بنتكلم هيبقى على كليات القطاع الطبي كلها. يعني طب، اسنان، صيدلة، تمام. فدي هتتعمل لها نظام، وهو طبعا لسه التوصيات لم تعلن تفاصيلها طبعا كاملة حتى اللحظة. يعني هيبقى في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع ده هتعلن فيه تفاصيل اكتر. بس هو اللي عايز اقوله بس ان هذه البرامج هي مجرد لسه احنا بنتكلم في مرحله انتقاليه ستطبق على الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصه والاهليه فقط. ده بيطبق على طلاب الثانويه العامه والشهادات المعادله ليها. كل من يلتحق بالتعليم على ارض اختياري مصر ستطبق في المرحلة الأولى كمنظومة اختيارية. أنت احنا المجموع لا زال قائم، النظام لا زال قائم، بس أنت طالب فترة انتقالية وليكن فترة انتقالية، وهناك لجنة مشكلة الآن للنظر في آلية إمكانية تطبيقها على الالتحاق بالجامعات الحكومية. بس اللجنة لسه يعني ما حطتش آلياتها وما حطتش قواعدها. فدي فكرة. وعلى فكرة النظام ده مش احنا بننفرد بيه، لا، ده موجود في معظم دول العالم، وده كان السبب الرئيسي احيانا في ان بعض الحاصلين على الشهادات العليا في مصر ما كانوش بيعادلوا في الخارج. ليه؟ لان النظام كان مختلف. صحيح. فاحنا تقريبا بنقرب من النظام، احنا بقالنا حوالي 15 سنة بنتمنى ان احنا منظومتنا التعليمية العالي في مصر يواكب المنظومة الاوروبية اللي هي البولونيا، اتفاقية بولونيا اللي احنا مش عارفين. فاعتقد بتطبيق نظام الساعات المعتمده، بتطبيق نظام البرامج التاسيسيه، احنا بقينا في بؤره العالم، يعني اقرب نظامنا زي انظمه العالم المختلفه في التعليم. يمكن حاجتين مكملين لبعض: السنه التمهيديه اللي حضرتك بتتكلم عليها واستنفاذ مرات الرسوب. يمكن الاثنين ممكن يكونوا مقترنين بشكل او باخر ببعض. استنفاذ مرات الرسوب دي انا شايف ان هي من الحاجات اللي يعني احيت امال طلاب كتير. احنا كان عندنا القانون بيتيح في مرحله من مراحل للطالب الراسب انه يقعد بالسنتين والثلاثه والاربعه والخمسه في السنه الدراسيه، وكان عندنا طلاب يوصلوا ل 30 سنه وبيشغلوا مكان يحرموا منه طالب اخر مستحق. واحنا عندنا في الجامعات الحكوميه دي بتستقبل على فكره اكثر من 76% من طلاب التعليم العالي. الان بهذا النظام
من سنتين ثلاثة لما طبقنا فكرة ان الطالب له سنتين بس رسوب، بقى يواجه الطالب مشكلة بعد ما بيخلص السنتين في بعض الجامعات، لان ده قرار الجامعات تقول لا انا مش هاخد طالب راسب عندي سنتين. فكان الطالب الراسب ده ما بقاش قدامه يا اما فرصة يلتحق بجامعة خاصة غير قادر على تحمل مصروفاتها، او ان هو خلاص مش هيكمل تعليمه وهيتوقف تعليمه عند هذا الموضوع، او هيدخل منظومة تعليم مفتوح يعني شهادة مش هتحلو العمل. لا، بهذا القرار هيتاح للطالب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة اللي هي اصلا فتح مسار جديد في مصر لأسواق العمل. نعم. جامعات التكنولوجيا الجديدة، العشر جامعات التكنولوجية اللي فتحوا حتى هذه اللحظة، كل برامجها مرتبطة وتم تصميمها بما يتناسب مع قطاع الصناعة. يعني احنا بنتكلم دلوقتي تربطهم باحتياجات سوق العمل. بالضبط، احتياجات سوق العمل واحتياجات الصناعة. يمكن دي اللي أشار لها السيد الرئيس بالأمس، فكرة تشكيل أيضا لجنة تضم كل المتخصصين وتشرف عليها وزارة الاتصالات أيضا بفكرة التنبؤ بفرص العمل المستقبلية. لكن عاوز أروح لنقطة في غاية الأهمية، هي فكرة كيف ستعمل وزارة التعليم العالي على استيعاب الطلبة العائدين من السودان وأيضا أوكرانيا. طيب خلينا، إحنا كان عندنا تجربة أوكرانيا السنة اللي فاتت وخدنا منها خبرة كبيرة جدا، وده يمكن كان من لطف ربنا بينا ان احنا عندنا العدد اللي راجع من السودان كبير شوية، وظروفهم مختلفة شوية، يعني اغلبهم في كليات القطاع الطبي الهندسي. لكن الملاحظ في ال 15 يوم اللي فاتوا ان احنا بنتعامل باحترافية شديدة جدا جدا، يعني يوميا شبه يوميا وزارة الهجرة في لجنة اولا وزارية تضم منسقين من وزارات مختلفة. صحيح. وده دول خلايا إدارة الأزمة اللي شكلت من أول يوم، اللي هي المركزية، وهناك خلايا فرعية في كل الوزارات. يوميا هناك اجتماعات زوم بتتم مع كل الطلبة، يعني آخرها خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا كان وزير التربية والتعليم نفسه قاعد في اجتماع موسع عبر الزوم لساعتين مع طلاب الثانوية. قبلها كان أمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس قطاع البعثات وعدد من مسؤولي التعليم العالي قاعدين برضو مع الطلاب بالجامعات السودانية بيسمعوا منهم ويبلوروا أفكار لحلول الأزمة. لكن القاعدة الأساسية اللي تم الاتفاق عليها أن كل طالب ممن كانوا متواجدين في السودان ستكون لهم فرصة في الالتحاق بالجامعات المصرية، وفرصة توازي الفرصة اللي هو فيها دلوقتي. واحنا دلوقتي ما عندناش مشكلة زي السنة اللي فاتت او اللي قبلها، لان زي ما قلت حضرتك ان حتى عندنا منظومات تعليم اللي هي منظومة التعليم الجامعات الاهلية، منظومة الجامعات الاهلية تقريبا نظم التعليم فيها قريبة جدا من النظم اللي كان بيدرسها الطلاب برا في السودان، وايضا مصروفاتها قريبة جدا، زائد ان بعض الجامعات بدرت فعلا في خلال الساعات اللي فاتت بتقديم منح لطلاب العائدين من جامعات السودان. يعني لن يكون عائق، لان البعض كان اثر فكره ان عائق المصروفات قد يقف امام تحويل الطلاب وبيطالبوا انهم تحولهم من الجامعات. يعني احنا بناكد ان دلوقتي احنا اصبحنا في منظومه متكامله، في جسور من التواصل حقيقيه ما بين الطلبه وما بين اصحاب الامر نفسه وايضا والحاجة يعني الأهم الجهات في المسؤوله، وده بياكد ان احنا مش في جزر منعزله. بالظبط، كل الوزارات بتتناسق فيما يعني تنسق فيما بينها علشان حاجه واحده فقط، وهو الارتقاء والحفاظ على المكتسبات اللي بيحصل عليها المواطن المصري. بنشكر حضرتك الصحفي المتخصص في ملف التعليم الاستاذ عبد الرحمن عبادي، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقات. يعني غدا بمشيئة المولى عز وجل هتتوجه الأنظار كافة إلى قاعة المؤتمرات، حيث بدء أولى جلسات الحوار الوطني بمشاركة مجتمعية وتنوع ما بين الأطراف السياسية والفكرية والأيديولوجية والاجتماعية، ويعني تمثيل لكافة الأطراف والقوى والطائرات المختلفة. يمكن احنا أمامي منا حالة من حالات الحوار اللي بتثري وتعزز ثقافة تبادل وجهات النظر واحترام وجهات النظر الأخرى وإعادة ترتيب الأولويات والملفات داخل الدولة المصرية. يمكن دي مش المرة الأولى يا أحمد، يمكن احنا شفنا الحوار الوطني قبل كده، وأعتقد أن جلسات الحوار الوطني السنة دي كمان هتكون على نفس
المستوى إن لم تكن إن شاء الله أرقى وأفضل من الأعوام اللي فاتت. إحنا هنتابع مع بعض على الهواء مباشرة جلسات الحوار الوطني علشان الكل يقدر يشوف مناقشات وأفكار حوالين ملفات الحوار الوطني المختلفة المطروحة، المحاور اللي الناس بتتكلم فيها، التفاصيل الأكتر اللي هنبقى محتاجين نعرفها موجودة هتبقى معانا على الهواء مباشرة. خلينا نتابع مع حضراتكم ونعرف التفاصيل اللي هتكون موجودة من ضيفنا النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. منورنا، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا وصباح الخير يا مصر. صباح الفل. صباح الخير يعني يا سيادة النائب. ويمكن زي ما قالت منا، احنا كنا بنتابع الأول الجلسات الإجرائية اللي تمت على مدار تقريبا قرابة العام منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية دعوة الحوار الوطني، وسرعان ما انعقدت يعني تشكيل القائمين على تنظيم الجلسات الإجرائية اللي بتنظم شكل الحوار اللي هنشوفه في أولى جلساته غدا بمشيئة المولى عز وجل. عاوزين نعرف من حضرتك سيادة النائب ترتيب الأولويات، شايف إزاي ترتيب الأولويات فيما يخص الحوار الوطني؟ خلينا في البداية بما أننا في الثاني من شهر مايو نرسل بتحية إعزاز وتقدير إلى عمال مصر في عيدهم. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم المحرك الرئيسي للتنمية داخل هذا الوطن. بالنسبة للحوار الوطني وما يخص جلساته، الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت زميلي الفاضل إن خلال العام الماضي هي الحقيقة هيبقى عام و 13 يوم تحديدا، لأن الدعوة أطلقت في 20 أو 21/4 على ما أتذكر من العام صحيح. الماضي في إفطار الأسرة المصرية لما دعا السيد الرئيس مختلف القوى السياسية إلى هذا الحوار. والحقيقة هنا لازم نشير إلى نقطتين في غاية الأهمية. أولهم إن في وقت الأزمات أو في وقت الدولة المصرية بتمر فيه والعالم الحقيقة كله بأزمات متتالية، سواء كوفيد أو سواء الحروب اللي شغالة ما بقتش حرب واحدة الحقيقة، تلجأ الدولة المصرية إلى الحوار المباشر مع كافة الأطياف لتحديد الأولويات. ما يبقاش هنا في مجرد تمسك بخطط أو تمسك بمعدلات مطلوبة في ظل هذه الأزمات، لا، يبقى في حوار مباشر مع كافة الأطراف والأطياف داخل المجتمع عشان نقدر نرتب هذه الأولويات. الحاجة الثانية الحقيقة هي عودة ثقافة الحوار إلى المجتمع المصري. كنا بدأنا وخاصة الأجيال الجديدة بعد الأحداث اللي عدت علينا خلال 10 سنوات الماضية أو 12 سنة تختفي هذه الثقافة ويبقى مفيش مجال إلى أننا نتحاور مع أحدنا الآخر ونتقبل الآخرين، ليس مجرد الآخر، يعني الدنيا مش أبيض وإسود بس، لا، في ألوان تانية مختلفة وفي آراء متنوعة، في أصفر وأحمر. يعني الحقيقة عودة ثقافة الحوار وتقبل الآخر من أجل أن احنا نحدد أولوياتنا الوطنية في ظل هذه الظروف وما تبعه من شفافية ومصارحة في كل الإجراءات اللي تمت، عشان ده يكون الإطار الوحيد المنظم أو اللي يسمح بعدم التشكيك في جدوى هذا الحوار الوطني وجدية الدولة المصرية في إنها تتحاور مع مختلف الطوائف داخل المجتمع عشان نرتب أولويات. فالحقيقة مهم جدا وجود هذا الحوار، ومصر مش يعني مش حاجة، يعني شفنا زمان الحوار الوطني الفرنسي، وشفنا الحقيقة في أكثر من دولة متقدمة جدا بدأت في وقت أزمتها إنها تتحاور مع مختلف الطوائف عشان نوصل للجمهورية الجديدة زي ما السيد الرئيس أطلق خلال الدعوة، وإزاي قيم ومبادئ هذه الجمهورية الجديدة تبقى داخل المجتمع مع كل بقى طوائف. فشوفنا الحقيقة على مدار العام الماضي الإجراءات التنظيمية اللي تمت من الأمانة الفنية، وطبعا لازم نرسل التحية للمشرف العام والمنسق العام الأستاذ ضياء رشوان، وطبعا ويعونه المستشار الجليل محمود فوزي والدكتورة رشا راغب وكافة الكوادر الحقيقة الوطنية، الشباب الواعي اللي داخل الأكاديمية الوطنية، في أحد الأعضاء أيضا من التنسيقية أميرة صابر، وطبعا مجلس الأمنة وزملائنا من التنسيقية الممثلين داخل مجلس الأمنة وداخل كمقررين ومقررين مساعدين لبعض اللي كان. كل هذه الترتيبات الحقيقة كانت الضامن عشان يبقى في مصداقية في نقاش حقيقي وموضوعي، ما تبقاش مكلمة كل الناس بتتكلم في موضوعات مبهمة، لا، يبقى في نقاط محددة، يبقى في محاور نقدر نتناقش عليها
وزي ما حضراتكم عارفين عندنا ثلاث محاور رئيسية. أعتقد أن بكرة مش بس الثلاث محاور هيكونوا موجودين، إحنا عندنا قضايا محددة 113 قضية مطروحة أمامكم، مع الوضع في الاعتبار أنه حالة الحوار الوطني دي هتكون إن شاء الله حالة مستمرة، مش هتكون مرحلة وقتية أبدا، ومش هتكون مرتبطة فقط بدورات زي ما هو بيتم الترويج لها من قبل آخرين، لا إن شاء الله هو ده الطريق اللي هنبقى ماشيين عليه على طول. طبعا، وزي ما بقول لحضرتك ثقافة الحوار في حد ذاتها وتقبل الآخر هو الأساس من وجود هذه الفعاليات أو هذه المبادرات اللي بتعيد لحمة المجتمع. إزاي النهاردة الدكتور والمهندس والعامل والنقابي والسياسي كلهم على طاولة أو في مكان واحد بيعبروا عن آرائهم وأفكارهم. وخلينا كمان نؤكد إن من الحرفية اللي شاهدناها من الأمانة الفنية في إدارة الأمر إن الأمر ما اقتصرش على مجرد الحاضرين داخل الجلسات أو اللي هيقول رأيه، لكن تلقوا على الوسائل التواصل وما إلى ذلك مئات الألاف من المقترحات والمشروعات اللي من شباب مصري ومن مواطنين مصريين واعيين جدا وكانوا حابين يشاركوا في الحوار الوطني ومناقشة القضايا المختلفة. ده وصلنا لل 113 قضية اللي هنبتدي نتكلم فيها، لكن خلينا نقول احنا مش هنقدر نسرد 113 قضية ولا هنقدر نقول تفضيلاتنا لأهمها، لأن كل القضايا مهمة، ولكن تتخيل انه بكرة ممكن يتم مناقشة ايه او ابرز القضايا اللي هيتم مناقشتها في الفترة القادمة، مع الوضع في الاعتبار ان ال 113 هيتم مناقشتها. كل القضايا هيتم مناقشتها بلا جدال، لكن خليني أتحدث في محور الشباب لأني مهتم بشكل أو بآخر بهذا الملف، وبرضو يعني شاتي هتبقى مجروحة في التنسيقية، لكن الحقيقة زملائنا في التنسيقية عملوا أكثر من جولة داخل الجامعات المصرية المختلفة، الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة والجامعات الحكومية في المحافظات المختلفة، عشان يقابلوا الشباب ويقابلوا طلبة هذه الجامعات ويناقشوهم في مشاكلهم اللي تصدرها الأنشطة الطلابية داخل الجامعة، وإزاي مهمة جدا هذه الأنشطة، وإزاي إن إحنا محتاجين مجموعة من الإجراءات ومن القرارات عشان نسهل التصريح والتمويل والمشكلات العديدة اللي بتواجه الطلبة إن هم ينفذوا مشروعاتهم وينفذوا أنشطتهم داخل الجامعات، سواء أنشطة سياسية أو أنشطة اقتصادية أنشطة اجتماعية. الحقيقة يعني أنا برضو كنت بالتعاون مع أحد منظمات مؤسسات المجتمع المدني شاركت فيه أكتر من فعالية للأنشطة الطلابية، وشفت أولاد عبقري يعني عبقرية وتميز وإبداع بيعملوا عربيات وبيعملوا غواصات وبيعملوا مجرد مجموعة من الأنشطة داخل الجامعات المختلفة ممكن الدولة المصرية تستفيد منها كتير جدا. صحيح. أتوقع ويعني أكاد أجزم أن الأنشطة الطلابية هتبقى على أولوية مناقشات محور الشباب داخل الحوار الوطني، وإزاي يبقى في انتخابات للاتحادات الطلابية، إزاي يبقى في شغل داخل الجامعات مع هؤلاء الشباب وهذه الطوائف، أولا يحقق لهم رغباتهم وطاقاتهم وما إلى ذلك، ومن ناحية أخرى تعد كوادر بالضبط بناء الإنسان المصري، إزاي أقدر يبقى عندي شاب فعلا متخرج من الجامعة يعي يعني إيه ريادة أعمال، يعني إيه يبقى صاحب عمل، يعني إيه يعني العديد من المفاهيم يعني الحية، يبقى عندي بلغة الشارع وهي الأقرب يعني فكرة أنا عندي دولاب العمل بتاعي، أنا عارف إن أنا لو الشخص ده النهاردة مشي عندي البديل 2 و3 و4 من الشباب، لأن دايما ما يعول عليهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن اللي بيؤكد اللي إحنا أمام حوار وطني جاد لم ينتظر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انعقاد أولى جلسات هذا المؤتمر، لأن في بعض الأمور الطارئة بمجرد ما كانت بتوصل للسيد الرئيس من الأمانة الفنية ما كان بيستجيب لهذه الأمور، يمكن كان مؤخرا الإشراف القضائي على الانتخابات أيضا. كيف ترى هذه الاستجابة، وهل ذلك يعزز من أهمية الحوار الوطني وأن احنا أمام حالة حوار وطني جاد وسوف يستجيب وينصالها السيد الرئيس في كل قراراته أو كل الأولويات التي ستحدد؟ الحقيقة النقطة اللي حضرتك أثرتها مهمة جدا، و يعني هي محور من المحاور الهامة جدا لنجاح هذا الحوار الوطني، لأن ما انتظرناش إلى المناقشات وإلى الجدالات لنتخذ بعض القرارات اللي السيد الرئيس يتخذها ويجد فيها موضوعية وتقدر إنها تحل المشكلة، زي
الطرح بتاع الإشراف القضائي على كافة الانتخابات في مصر. احنا عارفين ان وفقا للنص الدستوري ما كانش هيبقى فيه إشراف قضائي. لجان داخل الحوار الوطني والأمانة الفنية رفعوا هذا التقرير السيد الرئيس، والرئيس تجاوب فعلا في التو اللحظة يعني. والعديد من المعطيات اللي تأكد لنا ان النتائج مش منتظرة الكلام زي إعادة هيكلة لجنة العفو بالظبط. صحيح. وده قرار طلع مع الدعوة للحوار الوطني، واستفاد منه آلاف من الشباب النهاردة. يعني النهاردة احنا بنتكلم فيه أرقام كبيرة جدا من الشباب اللي كان بيقضي عقوبة ونتيجة لجريمة غير مرتبطة بالعنف. صحيح. عشان نبقى متفقين. والنهاردة هو في بيته مع أهله، سواء بقى من الغارمين أو من الغرنك أو أيا كانت الجرائم البسيطة اللي ممكن تسمح بسلطة الرئيس. البعد الإنساني والاقتراب من نبض جداً. الشارع هو ده الهدف الأساسي من جداً. وألاف من الشباب الحقيقة، وكان يعني اللجان اللي داخل الحوار الوطني كان ليها سبق في هذا الأمر. والعديد من القوانين، لو تكلمنا عن المحور السياسي، العديد من القوانين اللي كنا بنشوفها زي الجبال كان مش ينفع حد يقترب منها، زي قانون الإجراءات الجنائية، قانون الأحزاب السياسية، النهاردة محتاجين تعديل داخل هذه التشريعات عشان نقدر نعمل تنمية سياسية حقيقية. إزاي الحزب ده يبقى يقدر يجد مصادر للتمويل؟ إزاي يقدر يبقى شغال؟ هنا عاوز أقف في النقطة دي تحديدا بمناسبة الحديث عن الأحزاب السياسية، وحضرتك يعني تنتمي لكيان عظيم وهو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين. هل الأحزاب السياسية في مصر فاعلة؟ هل الأحزاب السياسية في مصر تحتاج لمراجعات وتحتاج لإعادة هيكلة أو انصهار بعضها البعض في الآخر؟ لا يعني ما أنا وفقا لتحليلي أو وجهة نظري، يعني إحنا لو تكلمنا في هذا الأمر هناخد ساعات من الكلام، لكن بشكل مختصر عدد الأحزاب المصرية إحنا تجاوزنا 100 حزب، ودي حالة طبيعية من السيولة الحزبية بعد الأحداث اللي حدثت، سواء الثورتين اللي حدثوا على مصر وحدث في دول تانية كتير قوي. العدد بتاع الأحزاب مش مؤثر بالنسبة لي، يعني فرنسا فيها 96 حزب، أمريكا فيها 100، يعني العدد مش مؤثر عشان أبتدي أدمجهم بين بعض، لكن التأثير هنا نجده مش في الشارع كمان، لكن تحت البرلمان. إزاي هذه الأحزاب الممثلة والكتل داخل البرلمان بتقدم قوانين أو مشروعات أو أوراق سياسات فادت المواطن؟ لكن الحقيقة احنا على الدوام بنبحث عن الحزب في الشارع، بنبحث عن الحزب موجود، وبنخلط بينه وبين العمل الأهلي وبين المنظمات خدمات. اللي بتشتغل بهذا الشكل، لكن عشان نصل الى مرحله من الديمقراطيه. احنا الخلط هنا مش بيبقى بس مع منظمات العمل الاهلي، كتير قوي من الناس لغايه لما انطلقت الجلسات بالفعل في العام الماضي كانوا متخيلين انه قد يكون جهه تنفيذيه او زي الحكومه. صحيح. او جهه تشريعيه زي البرلمان. بعد انطلاق جلسات الحوار الوطني ابتدينا ناخد بالنا ونفهم ان الموضوع الناس بتتباحث وبتوصل لتوصيات قابله للتنفيذ حقيقيه وواقعيه تقدر الجهات المسؤولة أنها تنفذها. ففكرة الفصل ما بين إن القرارات اللي بتتخذ من قبل الحوار الوطني ما هماش هيقوموا دلوقتي حالا ينفذوها على الأرض، ده وصل للناس، وده وصل للناس اللي موجودين كمان بتتحاور في الحوار الوطني، بيوزنوا ما بين النقطتين إزاي؟ خليني أقول لحضرتك برضو فيما إن من النتائج المهمة جدا اللي عملها الحوار الوطني خلال العام الماضي إنه ألقى بحجر على مياه راقدة. الأحزاب السياسية المصرية من بعد التنافس داخل الانتخابات البرلمانية في 2020 ما كانش فيه نشاط خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا بشكل ملحوظ. صحيح. لمجموعات من الأحزاب. نعم. بعد دعوتهم إلى الحوار الوطني كل الأحزاب اشتغلت، كل الأحزاب عملت جلسات داخل أحزابها وداخل مقراتها وجابت كوادرها وطلعت أوراق وطلعت مقترحات. تعالى وريني رؤيتك بالزبط. أنت حزب بالظبط، يعني دي انا شايفها بمثابه اشتغلوا الحقيقه. صحيح. كل يكاد اجزم ان كل الاحزاب، ليس فقط الاحزاب الممثله داخل البرلمان، لا الاحزاب الغير ممثله او غير ممثله بكافه تكتلاتهم، شفنا تحالف الاحزاب، شفنا يعني العديد من الاحزاب اشتغلوا ودوروا مكان زي ما احنا بنقول كده، وعملوا جلسات وعملوا مقترحات وطلعوا توصيات واوراق اتقدمت بالفعل في جلسات مع الامانه الفنيه. ممكن سياده النائب كان يعني بمثابه امر كاشف لاحزاب اشتغلت واخرى كونت تكتلات من اجل المعارضه والتشكيك فقط. طبعا. لان ما طبعا. عندهاش حاجه تقدمها. طبعا هي دي النتيجه اللي احنا بنقول عليها، ان النهارده الحجر اللي احنا رميناه في هذه المياه حرك
داخل الحياه السياسيه كل التابوهات او الكوادر اللي كانت واقفه والمستويات اللي كانت نايمه كلها انها تشتغل وتطلع اوراق وتتباحث وتدرس ونفرز بعد كده واقول له اه لا ده المقترح ده محترم انت ازاي ما تقدمش بيه قبل كده، يلا بينا ننفذه كلنا، يلا نتشارك جميعا من اجل بناء هذا الوطن وبناء الجمهوريه الجديده. صحيح. فالحقيقه كانت كاشفه وكانت نتيجه مهمه جدا داخل الاحزاب السياسيه في مصر. أكيد انطلاق الجلسات بيتزامن مع أزمة اقتصادية عالمية، يعني العالم كله بيعاني، العالم كله قاعد مترقب ماذا سيحدث في الفترة القادمة، إزاي الحوار الوطني يقدر يساهم إن هو يدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمة دي، يشوف حلول بديلة تساعد الدولة في حل مشكلة قد تواجه الناس بشكل كبير وطبعا بتواجه الدولة اللي كل هدفها إن المواطن ما يتأثرش بشدة. يعني خلينا نتفق ان المحافظة على استقرار مؤسسات الدولة واستقرار الحالة اللي احنا فيها يعني في ظل الأزمات دي هيبقى نعمة كبيرة قوي. صحيح. الولاد على وسائل التواصل المختلفة وعلى الفيسبوك بينشروا خريطة كده للوطن العربي وللمنطقة يتضح منها ان محيط ملتهب، يعني احنا في خضم الأحداث في قلب. طبعا. ومع ذلك السلع موجودة في كل حتة. في أزمة، في غلاء شوية في الأسعار، في لكن الحمد لله طبعا. النهاردة أنا لو أخذنا الفلاح المصري، لا إن شاء الله موسم حصاد القمح بدأ، هنجد سعر توريد عادل إلى الفلاحين يسمح ليهم إن هم يسلموا، هنجد اكتفاء إن شاء الله، وهنجد توافر للأطنان من القمح عشان تبقى موجودة، وده كله كان بخطوات نتجت عن الحوار وعن الخطوات اجراءات استباقيه خدتها الدوله بنحصدها دلوقتي لاركان ومؤسسات الدوله خلال الفتره الماضيه تسمح بان النهارده لما يبقى في ازمه زي كده ونشوف الخريطه دي نجد استقرار موجود في مصر، نجد التهاب في المنطقه، لكن في شغل بيحصل حقيقي داخل مصر. نعم، وده طبعا الحمد لله يعني على نعمة هذا الوطن الآمن المستقر رغم المحيط الملتهب أو يعني التحديات التي تعصف بدول أخرى. ربنا يستر عليهم ويوفقهم جميعا، يعني إخواننا وجيراننا، لكن الأمر صحيح. صح. ودول الجوار هي بعد من أبعاد الأمن القومي. صحيح. اللي يعني بتواجه مصر في ظل هذه التحديات الراهنة أيضا، لكن مش ده بس الملف اللي يمكن هيطرح في الحوار الوطني غدا، هينطلق اولى جلساته واحنا بنتكلم في ملفات عديده، بنتكلم على ملف الحمايه الاجتماعيه والاسر الاولى بالرعايه في ظل هذه التحديات الاقتصاديه اللي انت توفر لهم قدر مناسب من الاحتياجات والاولويات، بنتكلم على ملف المراه واعاده تمكين المراه بشكل اكثر فعاليه عما هو عليه ايضا، وان كانت تحظى بكل يعني وشهدت هتبقى مجروحه منا ابدا، تحظى بكل يعني الدعم والتمكين في يعني كافه القطاعات، ولو هنتكلم على البرلمان فشايفين اكثر نسبه تمثيل. نتكلم ايضا على ملف ذوي الاحتياجات الخاصه، كل دي امور هتناقش من قبل الحوار الوطني، شايف مناقشه هذه الامور في ذلك التوقيت ازاي واهميته ايضا؟ مهمه جدا زي ما قلت لحضرتك عشان كل الطوائف وكل الفئات اللي داخل المجتمع تناقش القضايا وتعي خطة الدولة المصرية. ما خلينا نقول ان الحوار هو عبارة عن اتجاهين طرفين. يعني مش طرفين، اطراف متعددة لكن اتجاهين، وهنا الاتجاه الثاني هو الدولة المصرية. فالنهاردة اما نقعد على طاولة او في مكان وتطلع على الخطة التنفيذية اللي الدولة المصرية حطاها والرؤى، بعدها اما تيجي تعارض معارضتك لهذا الامر او للبناء او لحل المشكله هتبقى مبنيه على معلومه موثقه، هتبقى مبنيه على امر حقيقي دون استياق المعلومات من الانترنت او من الفيسبوك او ما الى ذلك. فالنهارده المصارحه الناس اللي قاعده على الانترنت قاعده بتتكلم بالظبط، مش محتاجين ندور ما هم موجودين. فالمصارحه والشفافيه اللي هتبقى من سواء الطرفين او الاطراف المتعدده اللي هتبقى موجوده امر مهم جدا ياخدنا للنتيجه اللي حضرتك قلت عليها، ان احنا نوصل للشكل المحترم من الحوار، الشكل الملائم للدوله المصريه، الشكل اللي يقول لنا ان الفئات دي ليها اهتمام خاص. لو اخذنا على سبيل المثال اخواتنا واهالينا من القادرون باختلاف، النهارده في مناقشات حقيقيه داخل لجان الحوار وداخل اللجان عشان ازاي نقدر يبقى في حقوق حقيقيه بتتوفر لهم
دون بقى التعقيدات اللي احنا بنشوفها، وازاي نسهل عليهم امورهم، ازاي نقدر نوفر بعض المنتجات والاجهزه اللي مثلا لاخواتنا اللي عندهم الاعاقات البصريه يقدر ان هو يشارك بقوه داخل المجتمع ويقدر يعبر عن رايه وفكره باستخدام الاجهزه الحديثه دي، سيبقى في مصانع مصريه تنتجها. كل هذه الامور هيتم مناقشتها داخل الحوار الوطني وداخل اللجان وداخل الجلسات اللي هتبقى برضو، وده امر مهم جدا، هتبقى مذاعه بالكامل على الهواء. صحيح. الناس كلها هتتابعها مش مجرد داخل مصر. يعني انا شايف ان الهيئه العامه للاستعلامات بعتت دعوات لكل الصحفيين والاعلاميين الاجانب ووكالات الانباء اللي على مستوى افريقيا. صحيح. لان لابد ان ينظر العالم اجمع الى حاله الديمقراطيه اللي موجوده. صحيح. في داخل الجمهوريه، جمهوريه مصر العربيه، ويعني نحن امام حاله من حالات الحوار. هذه الحاله ينظر اليها الجميع باعين مليئه بالشغف وينتظر ما يتمخض عن هذا الحوار من قرارات تنصب في صالح المواطن المصري. وأخيرا يعني نقول الحوار والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. بنشكر حضرتك النائب محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأيضا عضو مجلس الشيوخ. شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لحضراتكم وللسادة المشاهدين، وصباح الخير يا مصر. صباح مشاهدينا، كنا موجودين معاكم النهاردة على مدار 3 ساعات. خلصت حلقتنا، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. كنا معاكم أحمد عبد الصمد، دينا، وكمان كنا معاكم منا. شكرا لكم، سلام عليكم.